بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض هنقسم الفيجن بتاعتنا لثلاث اجزاء، تمام؟ الجزء الاول هيبقى الجزء اللي هو زي المقدمه او مش مقدمه، يعني زي ما نقول الكلام المين بالك بتاع الامتحان، اللي هو بيتكلم عن الاريزمياز بانواعها، بالميكانيزم بتاعت كل واحده، اللي هي طبعا دي مجال اسئله جامد للام سي كيو. البيس ميكرز بانواعها، بالاي سي دي والسي ار تي طبعا هنتكلم عنهم اكتر، لان هو ده اعتقد اللي معظمنا هيبقى عنده ديفكت شويه في بعض المعلومات فيها. واخر حاجه اللي هي الاي بي ستادي. ده الجزء الاول من المراجعه. الجزء الثاني عشان للاسف كل مره بتبقى مزد مننا، اللي هي الاي اف. هنتكلم ان طبعا كلنا بنقعد نركز على الاي بي، وفي الاخر نيجي في حته الاي اف اللي هي بقى مجال الاسئله الفظيع، ان نفسنا ايه وقعنا. فهنتكلم في الاي اف الجايد لاينز بتاعتها، الاي سي جايد لاينز 2016، زي ما انتم عارفين ان في اي سي سي جايد لاينز نزلت 2019. هنقول عنهم ايه يعني توبيك كده لوحده عشان خاطر نخلص. في الاخر خالص الجزء الثالث هيبقى عباره عن كويز ايه في الاس جي، عشان خاطر الحاجات الاس جي الكومن انها ممكن تيجي. اوكي هنحاول نراجعهم مع بعض. اوكي دول الثلاث اجزاء بتوع مراجعتنا. هنبتدي باول جزء اللي هو اللي بنتكلم فيه عن الريزميز سبيس ميكرز والاي بي ستاتر. اوكي ده هيبقى جزء يعني خفيف، مش هيبقى ايه، وهنلاقي نفسنا بنريفريش معلومات، هتلاقوا معظم معلومات هتلاقوا انتوا عارفينها يعني، احنا بس هنريفريش مع بعض. هنبتدي مع بعض بايه؟ تايبس اند تريتمنت اوف اريزميز. احنا لما بنتكلم عن الاريزميز، احنا ده التوبكس اللي قلنا هنتكلم عنها النهارده في الجزء الاول من المراجعه. اي اريزميز بنتكلم في تاكي اريزميا وبرادي اريزميا. اوكي طب نبدا بالتاكي. ايه انواع التاكي اريزميا من معلوماتكم؟ او يعني هنقول السؤال بشكل مختلف، ايه الثلاثه ميكانيزمز الاساسيين للتاكي اريزميز؟ اي اريزميه تقع في واحد من الثلاثه دول؟ ري انتري اوتوماتيسي، او بنسميها اب نورمال اوتوماتيسيتي، لان هي ساعات بتبقى انهانسد، يعني هو التيشو ده اوتوماتيك بس بقى انهانسد زي الاس ان نود مثلا للان ابروبريت سانا سيكارديا، وساعات بيبقى التيشو ده مش اوتوماتيك تيشو اصلا، ما عندوش خاصيه الاوتوماتيسيتي بس بقى اوتوماتيك، بنقول عليها اب نورمال اوتوماتيسيتي. والميكانيزم الثالث هو تريجرد اكتيفيتي، اللي هي ايرلي افتر ديبولاريزيشن او ديليت افتر ديبولاريزيشن. اي تاكي اريزميا هتقع في واحد من الثلاثه دول. طب نمسك حاجه حاجه. هنبدا مثلا ب اولا لو هتعامل مع الموضوع كتاكي كارديا، انا بقى مش عايز امسك الميكانيزم هنجلها، انا عايزين نعرف كده لو انا بقسم عيان انا شايفه في الاستقبال بتاكي كارديا. تاكي كارديا يعني هارت ريت فوق ال 100، بنقسمها ازاي؟ بنقسمها يا اما نارو كومبلكس، اللي هي المفروض ديفينيشن نارو كومبلكس لغايه تحت ال 120، ولو ان في بعض الاوقات ممكن تلاقي كومبلكس 110 او 100 ملي سكند تعتبرها وايد كومبلكس، بس هنقول ان هي ديفينيشن تحت 120. وايد كومبلكس اللي هي اكتر من او يساوي 120 ملي سكند. كلنا عارفين نارو كومبلكس هي كارديا، وايد كومبلكس هي كارديا. في تقسيمه ثانيه بقسمها لكل واحده منهم، ريجولر ولا اير ريجولر. طب تعالوا ندي امثله، انتوا قولوا لي عشان خاطر ما يبقاش الموضوع من طرف واحد انا اللي عمال اقول ويبقى الموضوع ممل. ريجولر نارو كومبلكس هي كارديا، مين هم الريجولر نارو كومبلكس هي كارديا اللي نعرفهم؟ ساينس اول حاجه، ساينس تاكيكارديا عاديه، يعني ما اكثر عن جيلي في الاستقبال بالبيتيشن ولا اي ساينس سكندري لحاجه ثانيه، اغلبيتهم طبعا بيبقوا سكندري، انيميك فيفرش هايبوكسيك شوكد ايا كان ايه السبب. طيب ايه كمان؟ سوري الاس في تي. الاس في تي بانواعها، الاس في تي تعتبر ريجلر نار كومبلكس تاكيكارديا، وطبعا الاترال فلاتر ويز فيكسد ريت اوف كوندكشن، يعني اترال فلاتر 2 تو 1، اترال فلاتر 1 تو 1، في حاجه اسمها فلاتر 1 تو 1 على فكره، احنا الاشهر اللي بنشوف فلاتر 2 تو 1، بس في بعض الاوقات بتبقى فلاتر 1 تو 1، ساعات بتبقى 3 تو 1، ولو ان 3 تو 1 هيبقى الهارت ريت 100 تقريبا، بس ممكن ندخلها معاك. فدول الريجلر ريجلر نار كومبلكس. مين هم الريجلر نار كومبلكس اي كارديا؟ اي اف طبعا وزرابت فينتريكا ريت هي اشهر اكزامبل. ايه كمان؟ المات اللي هي المالتي فوكال اترال تاكي كارديا، وال فلاتر ويز فاريبل ريت اوف كوندكشن. يبقى عندنا الاي اف وزرابت فينتريكا ريت اللي بنقول عليها رابد اي اف، فلاتر ويز فاريبل ريت اوف كوندكشن. يعني ايه فلاتر ويز فاريبل ريت اوف كوندكشن؟ يعني في بعض الحالات الفلاتر تلاقيها في سايكل تبقى 2 تو 1، السايكل بعدها 3 تو 1، السايكل بعدها 1 تو 1، تلاقيها فاريبل بالمنظر ده، تبقى انا شكلها شبه الاي اف ولكن هي مش اي اف، هي في اورجنايز اكتيفيتي بتاعت الفلاتر ويفز اللي هي السوتوس ابييرنس، تمام؟ اللي طبعا مش دايما بتبقى سوتوس واضحه قوي بس يعني في اغلب الحالات يعني، فدون عليها فلاتر ويز فاريبل ريت اوف كوندكشن. والمالتي فوكال طبعا اللي بتحصل في عيانين السي او بي دي، طبعا مفيش حاجه اسمها فايبريلو فلاتر، مش حاجه اسمها فايبريلو فلاتر، حته ان انا اشوف اس جي في 1 فيها شويه كده ويفز كده فايبر كبيره اقول عليها سوتوس ابيرنس على فلاتر، بس بقيه الليدز لا اقول عليها فايبريلو فلاتر. مفيش حاجه في الاي بي اسمها فلاتر، في حاجه اسمها ايام بيجي له فلاتر وساعات يجي له فايبريليشن، لكن الاثنين مع بعض في نفس الاس جي لا، ده ميكانيزم وده ميكانيزم لا يلتقوا الاثنين في نفس الوقت. ده بيبقى عيان اي اف بس وعنده كورس فيبريلاتري ويفز، ماشي؟ عشان كده لو لاحظتها هتلاقي ان الفيبريلاتري ويفز مش ماشيه بريجلر انترفلز، لا هي شرشره بتاعت السوتوس، بس لو جيت قست بالورقه كده هتلاقي الانترفلز مش ثابته. فما حدش يقول في اي سي جي يا جماعه فايبرولو فلاتر، لا. طب ريجولار وايد كومبلكس تاكي كارديا زي الفي تي وال انتي درومك اي في ار تي، الانتي درومك تعتبر كاتيجوري لوحده، وال
اللي دايما بتقرفنا مع الفي تي مين is it use apparency. واخر حاجه كمان ممكن اقول كمان نزود عليها حاجات البيس ريزم زي البيس ميكر ميديتد تاكيكارديا والبريكس لا بيجن هيبقى حاجه تمشي بريجولر بقى اللي هو الريجولر يبقى انا عندي الفينتريكولار تاكيكارديا الاس في تي يوز ابيرنسي الانتيدرومك اي في ار تي الريجولر زي مين اشهرهم طبعا البريكس سايت اف دي اكتر واحده بتخوفنا ولكن ليست كل الريجولر وايد كوميونيتي تاكيكارديا تبقى لا ممكن يبقى اي اف ومعاه ابيرنس هو رابيد اف بس هو عنده ليفت باند هو اصلا بيز لاين ليفت باند بيز لاين رايت باند اي اف ودخل فريد ديبندنت رايت باند برانش بلوك تمام او بوليمورفيك بي تي اشهرهم مين البوليمورفيك بي تي تورساد بوان تورساد بوان هي تعريفها ايه بوليمورفيك بي تي وذ لونج كي تي انترفال او بتحصل اون توب اوف لونج كي تي انترفال فالبوليمورفيك بي تي ممكن تبقى الريجولر ولكن اكتر واحد بيخوفنا بري اكسايتد اف طب واحنا بنفرق ازاي في الاس جي ده بري اكسايتد اف ولا اي اف وذ ابيرنسي البري اكسايتد اف يبقى الريد بتاعه very very rapid لدرجة ان انا ممكن الاقي بعض السايكل لينس very short تمام درجة بتقول ده مش pattern AV nodes ده pattern accessory pathway لكن الرابط AF في عين عنده left bundle لما عين عنده right bundle تلاقي tachycardic بس الايه 130-140 تلاقي فيه intervals واسعة لكن التاني انت ممكن تلاقي الانترفال اقل من مربع كبير بعض السايكل لينس اقل من مربع كبير ده صعب قوي يكون ايه AF ورابط عادي مع left bundle اوكي دي التقسيمة اللي احنا كلنا عارفينها طيب لو قلت الوايد كومبلكس تاكيكارديا كده اتكلم عنها بشكل مفصل هي هارت ريت اكتر من 100 وكومبلكس معدي 120 ملي سكند وقسمناهم للريجولر والريجولر لو جينا قسمنا الريجولر ريجولر وايد كومبلكس هما الثلاثه اللي قلنا عليهم في تي اس في تي يوز ابيرنسي انتيدرومك اي في ار تي والبيس ريذم زي البيس ميكر ميديتد تاكيكارديا طبعا ما ننساش ان كلمه اس في تي يوز ابيرنسي تحتمل حاجه من اثنين غير انها ليفت باندل او رايت باندل ايه سبب الابيرنسي فعين عنده اس في تي هو عنده pre existing bundle branch block او interventricular conduction delay او حصل حاجه اسمها rate dependent يعني ايه rate dependent bundle branch block يعني هو البيزلاين بتاعه نورمال نارو كومبلكس بس مع التاكيكارديا العنيفه البندل برانش ما بتلحقش تو ريكفر من الريفراكتورنس فلما بتجي لها السايكل اللي بعديها عشان هارت الفي رابيد بتجي لها وهي لسه ريفراكتوري فيدي المنظر بندل برانش بلوك مين المور كومن يحصل rate dependent bundle branch block معاها الرايت بندل ولا الليفت بندل الرايت باندل لان الرايت باندل ليها لونجر ريفراكتوري بيرد فتلاقي كومن قوي ان عيان كان البيز لاين بتاعه طبيعي بس لما دخل في اس بي تي بقى عنده رايت باندل تمام ده سبب الابيرنسي الموجود البيس ميكر ميديتد تاكيكارديا اللي بخلصنا منها بتبقى سببها دايما ايه عارفين البيس ميكر ميديتد تاكيكارديا بس تبقى ايه يعني ايه ما ننساهاش في الاخر ايه بتبقى سبب البيس ميكر ميديتد تاكيكارديا بيبقى عيان مركب سنجل ولا دول شيمبر البي ام تي بي مركب ايه دول شيمبر صح دول شيمبر بيس ميكر حصل عنده بي بي سي راح ساعتها البي بي سي دي رجعت ريتروجريدلي كوندكتد على الاتريوم الاتريال ريد لما شافها افتكرها ساينس بيت راح عمل لها سنسنج وتراكنج للفنتريكل وراح ضرب الفنتريكل بريس سريع راحت رجعت تاني في الايفي نود وفضلت تلف كانها ماشي ري انترنس بلاقي عيان بيست ريذم بس تاكيكارديك وهو مركب دول شيمبر بيس ميكر يعني ما تحصلش عن سنجل شيمبر اوكي لو شفتها للعيان بيبقى حلها ايه بحط ايه يعني شخص في سميكر ميديتد تاكيكارديا حله ايه ان انا بحط له المغناطيس بتاع البروجرام اللي هو الوينز ده بيوقف هيك وان انا بدخل ابرمج حاجه اسمها اللي هي البي فارب اللي هي البوست فينتريكل اتر افكت ريبيت تمام انا بقولها لكم بس عشان خاطر في الام سي كيو تروح جاي لك تك انا عارف ان هي طبعا شرح البيس ميكر ميديتد تاكيكارديا شرح يعني ممكن ندي فيها محاضره لوحدها بس تبقى عارف التك انا بتحصل في عين دول شيمبر بي بي سي وحصل فيها ريترو كوندكشن زي كده تمام وحلها انها توقفها بالمغناطيس بتاع البروجرامر اللي هو الوينز وتطول البي فارب اللي هي الريفراكتوري بيريود بتاعه الاتريم بعد الفنتريكولار بيسنج فتخلي الاتريم تقول له لو سمحت لو جات لك ريتروجريدلي كوندكتد بيت ما تحسهاش ما تضربش عليها ده بس عشان نبقى خلصنا من الدي ان تي وهنجي لها تاني بعد كده طبعا ما ننساش الاي سي جي ارتفاكس عبد دي مانجبل وايت كومبلكس والريجولر احنا قلناهم اهو البري اكسايتد اي اف البوليمورفيك بي تي اي اف وذ ليفت باندل رايت باندل الاتريا تاكيكارديا او فلاتر وذ فاريبل اوف كونتاكشن اوكي طيب ندخل بقى في الميكانيزمز تعالوا نقول مع بعض كده ايه اللي انتوا تعرفوهم اريزمياز سببهم ابنورمال اوتوماتيسيتي inappropriate sinus tachycardia يعني ايه inappropriate sinus tachycardia تعرف يعني ايه مفهوم كل inappropriate sinus tachycardia واحده طبعا في الاغلب بتبقى فيميل فيميل عندها يعني صعبه تلاقيها فيميل فيميل عندها sinus tachycardia طول الوقت الاجي بتاعها sinus صريح سيمتوماتيك جدا ولكن لا يوجد مفيش سبب لل sinus tachycardia يعني انا دي مش hypoxic مش anemic مش cytotoxic مش feverish مش مثلا بتحصلها في وقت مثلا انها anxious شويه ما في حاجه فيها type A personality anxious طول الوقت فهي هتلاقي tachycardia طول الوقت الناس تقول لك انا بتحصل لي لما ازعل لا
انا ما بكلمش واحده بتبقى فيها تريجر، لا واحده بتحصلها طبيعي تقول لك انا قاعده ضربات قلبي 130 عملت لها كل الانفستيشن تخيلها ما فيش حاجه وصلنا السيكارز. دي طبعا من انواع الاريزم مش كومن قوي ولكنها من الاريزمز اللي نوت ان كومن ان احنا نشوفها، بس هي طبعا من ارخم انواع الاريزمز. ليه؟ تديها في ايفابرادين، نديها في كونكور، نديها في ايزوبتين، تيجي لك العياده تقول لك انا لسه تعبانه، انا لسه زي ما انا. طبعا ايفابرادين بيبقى حلو قوي فيهم لان ايفابرادين بيشتغل على الاسي نود الفاني شانلز بتاعت الاسي نود، تفضل تديها في علاجات وتقول لك انا مش عارف حاجه. لما بتغلط تقول لها هدخلك في استادي احاول اكويك الاسي نود، بس طبعا المحاولات بتبوظ بالفشل لان الاسي نود اصلا ايبيكارديا مش اندوكارديا. يعني الايفي نود اندوكارديا ده ليه؟ ان احنا بنلطشها بنلطشها واحنا شغالين في الابليشن سايت، لانها حاجه فعلا سوبرفيشال قوي صعب انك سهل قوي انت وانت بتكوي. لو بتكوي سلو باس واي وبيبقى جنبها تحتويها جيل عن هارت بلوك، مش كده بنعرف العين في ريسك اوف هارت بلوك زي بتوع الانتروسيبتين. الاس نود لا صعب ابيكارد ربنا حميها صعب ابيكارد صعب قوي انت بتكوي مثلا في الاتريم مثلا، اصل انا كويت الاس نود بالغلط فالعين دخل في برادي اسيستوري ما بتحصلش، محتاج ان انت تكوي كوي كتير عشان تصل انك تكوي. انا شفتها مره العين فعلا اتكوت لها الاس نود وفعلا كانت سكسسفول وهارت ريت فجاه من 130 نزل لسبعينات، بس ممكن عين يحتاج بسميكر طبعا. فده اللي هي الابروف ساينس سايكارس. مين تاني؟ جونكشن. بس قبل جونكشن نقول مين الاشهر؟ اترال تاكيكارديا. اترال تاكيكارديا الفوكال تاكيكارديا هي الاوتوماتيسيتي. طبعا هذا لا ينفي ان الاترال تاكيكارديا ممكن في حالات قليله تبقى ري انترنت او تريجر، بس الموست كومن يعني لو قالك في الامتحان اترال تاكيكارديا از كوزد باي ابنورمال اوتوماتيسيتي، البنات الشباب الاطفال الصغيرين اللي بنشوفهم في مستشفى الاطفال او في المحاضن، البنات مثلا تينيجرز او اولاد تينيجرز، واحده بريجننت وجايب اس في تي مش راضيه تفوق، دي في الاغلب بتبقى ايه؟ اترال تاكيكارديا. طبعا ممكن يبقى الطفل عنده اكسسوار بصري، انا مش بقول ان الطفل لازم يبقى اترال تاكيكارديا، بس ده اللي كومن بيبقوا انسيسنت، يعني اسوا نوع من الاس في تي تبقى يبقى فعلا علاجها صعب. ابليشن بتاعها ما بيبقاش سهل، بيبقى محتاج فعلا تكنيكاليتي عاليه في الابليشن، وساعات بتضطر تستخدم 3 دي مابينج زي الكارتو او النافكس. الاترال تاكيكارديا اكتر تاكيكارديا دايما تبقى مرتبطه بالهرمونال ديستربنس زي، عشان كده تعمل اشهر واحده بريجننت تجي لها اس في تي ومش راضيه تفوق، تعرف بنسبه كبيره تطلع اترال تاكيكارديا. الطفله بتلاقي مثلا واحده نيونيت ولسه مولوده وعندها تاكيكارديا عنيفه جدا ما بتفكش وبنشوك، بتبقى في الاغلب اترال تاكيكارديا. فالاترال تاكيكارديا من الحاجات المرتبطه باليونج ايج والتشايلد هودز، مرتبطه بالهرمونال ديستربنس، عشان كده كومن قوي تلاقي واحده بريجننت، كومن انها تبقى انسيسنت وتدخل العيان فيه انسيسنت تاكيكارديا يدخل تاكيكارديا يدوس كارديوماكوبي، ده عيان مايوباثيك تمام، وممكن على هارت ريت 130 120، يعني مش شرط تبقى على هارت ريت ال 170، لا ده ممكن تحدى طول الوقت الهارت ريت 130 بعد 6 شهور مثلا تبدا تدخل في مايوباثي، ودي لازم تعملها ابليشن، والعينه دي هتاخد وقت عشان تريكفر، لازم تعرف يعني مش مثلا اول ما هنكم من هنا ثاني يوم هنعمل الايكو نلاقي الفانكشن ضربت، لا بتلاقوا لها مثلا تفضل 3 6 شهور عشان الفانكشن تتحسن، ممكن تاخد وقت اطول من كده. فده الاترال تاكيكارديا. طبعا الشيء بالشيء يذكر، احنا الاترال تاكيكارديا الموست كومن اوريجن، ده سؤال ام سي كيو مشهور، هي الموست كومن سايت كريستا ترمينالز. فين كريستا ترمينالز دي؟ عباره عن ماسكولار ريدج جوه الرايت اتريوم، بيمتد من الاس في سي اورفيس للاي في سي اورفيس، اللي هو بره على الهارت من الابيكارديا اسمه سالكاس ترمينالز، افتكروا كده ايام الاناتومي، جوه اسمه كريستا ترمينالز، بيبقى جنب الاس ام اوكي، ده الموست كومن اوريجن. طيب لو قلت طبعا ده في الرايت اتريوم، لو قلت لك ايه الموست كومن سايت جوه الليفت اتريوم بقى، مين اشهر حته في الليفت اتريوم تطلع لك اتريال تاكيكارديا؟ بالموناري فينز. لكن ان جنرال مين الموست كومن سايت؟ كريستا ترمينالز. ده سؤال ام سي كيو مشهور جدا. جنكشن تاكيكارديا من الحاجات اللي صعب نشوفها. كلمه جنكشن لما اقول لك كلمه جنكشن في الاي بي اعني بيها ايه؟ الايفي نود. انا اقصد يعني الايفي جنكشن اللي هي الجنكشن من الاتريوم والفنتركل. جنكشن تاكيكارديا يعني الايفي نود اتجننت وبقت اوتوماتيك، بقت هي اللي واخده الابر هاند والاس اي نود قاعده بتتفرج تمام. فجنكشن الاقي عيان نارو كومبلكس سريع قوي ومش شايف بيهات. ليه مش شايف بيهات؟ تبقى بيرد وذين كومبلكس سيمالتينيوس دي بولاريزيشن للاتريوم والفنتريك، بنشوفها نادر. انا عامل نفسي عمري ما شفتها، عمري شفتها كلينيك، لكن يعني هيمودايناميكلي على حسب، مش شرط يعني ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده، بس هي بتحصل اكتر في مين؟ بتحصل دايما اكتر في الاطفال الكونجنتال هارت ديزيز بعد البوست اوبرتيف بعد الكونجنتال هارت ديزيز كده. دايما اكتر ناس يطلبون عليهم مين؟ بتوع جراحه الاطفال، لما بجراحه قلب اطفال يعني لما بيعملوا مثلا ريبير لفالو ريبير لاي عالم، مثلا طفل عنده اي زي في زي ممكن يطلب جنكشن تاكيكارديا، مشهوره قوي انها تحصل دايما في التشيلدرن بوست اوبرتيف بعد الريبير اوف كونجنتال هارت ديزيز. ممكن تيجي فولو اب الابليشن فيها صعبه، لانك لو هتكوي هتكوي ايه؟ هتكوي الايفي نوت تكيف سميك، فصعبه بتبقى في الاغلب ميديكيشن، اغلبيتهم بيتحسن بس في حالات منها بتبقى مالجنت وممكن تعمل هيمو بانكس. يبقى دول اشهر ثلاثه اكزامبلز اوف نورمال اوتوماتيسيتي. يبقى كومن قوي يجي لي في الامتحان يقول لي اول اوف ذا فولوينج ار كوز باي اب نورمال اوتوماتيسيتي اكسبت، ويروح حاطط لي واحده رابعه معايا ابقى عارف دماغي مين الاوتوماتيك. طب مين تاني؟
التريجرد اكتيفيتي انا هقوله بقى عشان طبعا هيبقى صعب. عندنا early after depolarization و delayed after depolarization. ايه المقصود بكلمة after depolarization؟ مقصود بيه the capital. المقصود بيها؟ المقصود بيها ان انا في وسط الكارتياك سايكل مثلا حصل ال P complex T wave. P complex T wave قبل ما تخلص T wave مثلا راح جات كده signal عملت لي depolarization كده صغير. وارد ان يوصل الثريشولد، وارد ما يوصلش. لو ما وصلش الثريشولد حصل حاجة؟ مفيش مشكلة. لو وصل الثريشولد جايز تعدي كده وتظهر لي في الاي سي جي وما تعملش اي تاثير، وجايز تكونتينيو وتعمل لي تخلي تاكيرزم. كل ما بتحصل ايرلي قوي كل ما تبقى طبعا الريسك اعلى، لان كل ما بتحصل ايرلي بتحصل في فتره اسمها ايه؟ فولنربل بيريد. الفولنربل بيريد اللي هي ايه؟ اللي هي المرحله ان الممبرين بوتنشال قريب من الثريشولد. هو مثلا مش هو الممبرين بوتنشال بيبقى ريستنج وتدي له ستيمولس يروح يطلع ويعمل لي اكشن بوتنشال وينزل ينزل ينزل يروح ينزل تحت الثريشولد شويه لغايه ما يوصل للريست. تخيل بقى لو انا جيت له وهو نزل تحت الثريشولد بحاجه بسيطه، رحت انا قلت له ايه اطلع تاني، ده انت يعني 10 ملي فولت 20 ملي فولت هتروح مقومالك وتروح معدي الثريشولد وتعمل لي سايكل جديد. لو جت في الفولنربل بيريود التيشو بيبقى لسه مش ابسولوت ريفراكتوري، لا ريليتيف ريفراكتورنس. اي ستيمولس صغيره هتدخله يعني يقول لك بيبقى هايبر اكسايتد. هايبر اكسايت ممكن تدخل ان العيان يدخل، لو انت بس بتتكلم في الفنتركل يدخل في في تي عشان طبعا التورسات دكون تمام. ده الايرلي افتر ديبول. الديلي بيبقى ايه؟ لا بعد الريبولاريزيشن ما خلص تمام، بتبقى لس ريسكي بس في نفس الوقت برضه ممكن تدخل في سي مالجنانت تاكيرزم. مين اشهر اكزامبلز؟ الايرلي افتر ديبولاريزيشن اشهر واحده ما ينفعش ننساها لونج كيو سي. يعني لو قلت لك ايه الميكانيزم في الازمه في لونج كيو تي تقول لي ايرلي افتر ديبولاريزيشن. كيو تي طويله فالريبولاريزيشن طويل، كل ما تطول لي الريبولاريزيشن كانك بتقول لي ايه انا يعني مطول لك المده بتاعتي عشان خاطر براحتك عايز تعمل لي اي سب ثريشولد ستيمولس كده يدخلني في ايه افتر ديبولاريزيشن في تي انا مستعد. يعني كل ما تطول الفتره الفولنربل كل ما الريسك يزيد. ده السبب ان الكيو تي لما بتطول احنا بنخاف، لانك طولت الريبولاريزيشن فطولت الفولنربل بيريود فزودت الفرصه ان دي الاستيمولاي في الوقت ده بالذات وتعمل لي تاكيرزم. والحاجه الثانيه البريدي ديبندنت في تي. اعتقد يعني معظمنا سمعنا كلمه بريدي ديبندنت في تي، ان هو لو عين مركب واير بيدخل في تي يقول لك ده بريدي ديبندنت. ليه البريدي كارديا دخل في في تي بالمناسبه؟ البريدي كارديا هتعمل ايه في الريبولاريزيشن؟ تطوله ولا تقصره؟ هتطول الريبولاريزيشن. كل ما تطول الريبولاريزيشن هيحصل ايه؟ هتزود الفرصه الفولنربل بيها تطول، وهتزود الفرصه ان يحصل سب ثريشولد ستيمولس تيجي وتدخلني فيه تدخلني في في تي. بس عشان كده البريدي كارديا ممكن تدخل، وده عيان مش حله ابليشن للفي تي، حله تركب بسميك. لو اثبتنا ان دي كانت بريدي ديبندنت يعني كانت بريسيد البريدي كارديا، حله ان نركب تمبري بيس ميكر. ولو ما فيش سبب ريفرسبل للبريدي كارديا اعمل ايه؟ اركب بيرمنت بيس ميكر. ساعات بتبقى حاله ديجوكسن توكسيستي خلاص مع الموضوع ريفرس، لكن ساعات بتبقى حاجه ايرفرسبل. الديليد طبعا افتكروا دايما كده، كان جمله كان طارق خيري دايما يقولها لي، يقول لي الديليد افتكر دايما ديجيتاليز توكسيستي. ديجوكسن توكسيستي مشهور بايه؟ دايما ديجوكسن توكسيستي جمله اللي احنا حافظينها واحنا نواب. It causes all the types of arrhythmia except sinus tachycardia. توكسين دخل في اي حاجه سواء برادي او تاكي. برادي انه بيزود الفيجل ستيميوليشن، تاكي لانه بيزود الانتراسيلر كالسيوم تمام. الديليد افتر ديبولاريزيشن دايما مرتبطه بالانكريز انتراسيلر كالسيوم، فلو كالسيوم زاد انتراسيلر يحصل ديليد افتر ديبولاريزيشن. اشهر يبقى ديجوكسن توكسيستي تدخل. الكاتيكولامينرجيك بوليمورفيك في تي، سمعنا عن السندروم ده اللي هو ايه؟ شاب بيلعب رياضه وفجاه هو بيلعب رياضه يحس بالبيتيشن، تيجي تعمل له اي سي جي تلاقيه في تاك. ممكن تبقى مونومورفيك، تقلب تبقى باي دايركشن، ممكن تقلب بوليمورفيك، ممكن يقرست وهو قاعد. ده بيبقى طفل عنده ستراكشر نورمال هارت بس عنده مشكله في يا اما الكالسيكوسترين اللي هو اللي بيريسيكوستر الكالسيوم جوه السيركوليشن بيبقى فيه ديفكت فتلاقي الكالسيوم يزيد جوه السيتوبلازم، او الريانودين ريسبتورز اللي بتدخل الكالسيوم بيبقى فيها ديفكت بيحصل اوفر اكتيفيشن فيها. فده كاتيكولامينرجيك بوليمورفيك. ده ديليد. الايديوباتيك بي بي سيز اللي بنشوفها دايما عينين ان هم الايكو نورمال بشكل من بي بي سيز بس فريكوينت لدرجه ان بدا يبقى سيمتوماتيك والبردن عندي 10% ولا 20% ده ديليد. الاسكيميا ريبرفيوجن انجري يعني العين بيجي له فيتاك وهو عنده ام اي، السبب في الاغلب بيبقى ديليد افتر ديبولاريزيشن. ولو ان في بعض الكلام الثاني يقول لك ان الام اي ممكن الفيتاك اللي بتحصل فيها تبقى نورمال اوتوماتيسيتي، مكتوب ما هي في ريفرنس مكتوبه كده، بس هتلاقي في ريفرنس ثاني يعني مثلا ده في برونولد مش برونولد اللي هو ميو كلينيك يقول لك اسكيميا ريبرفيوجن انجري بتبقى ديليد افتر ديبولاريزيشن. كتب ثانيه مثلا هتلاقي برونولد هيقول لك لا نورمال اوتوماتيسيتي، فدي ما اكسبت ودي اكسبت دي فاصل بس مش ري انتري. يعني انا الام اي مش هيجي له ري انتري، لا الام اي ده السكار بقى اللي هو عين مايوباثيك نون ده اللي يجي له سكار ريليتد انتري. لكن سكيما ريبرفيوجن انجي مكتوبه في حته ديليت افتر ديبولاريزيشن، وفي بعض الريفرنس الثانيه يقول لك لا ابنورمال اوتوماتيسيتي. بس الخلاصه ان الام اي لما بتعمل لي في تي او اي اف ما بتبقاش ري انتري. الري انتري بقى
حبايبنا كلهم اللي بنشوفهم كل يوم بقى. AVNRT, AVRT, الفلاتر, السكار ريليتد في تي, الفاسيكولار في تي, البراند برانشر انترد, البي جي ار تي. تسمعني بي جي ار تي؟ مش باروكسيزمال بالمناسبه, مش باروكسيزمال, بيرمننت جانكشن ريسيبروكيتد تايكل, البروجادا سندروم. كل الحاجات دي تعمل لي, تعمل لي ايه؟ تعمل لي ري انتر. تعالى نمسك واحده واحده كده نفصصهم. ايه على هنقول واحده انا انت عايزه تنقليهم يعني؟ اوكي إيه, احنا كده كده هنمسك واحده واحده نفصصهم. تعالى نمسك واحده واحده اللي طبعا ايه نراجع عشان طبعا مجال اسئله ام سي كيو كتير. الاي في ان ار تي عندنا منهم ايه؟ نوعين, تيبيكال اتيبيكال. التيبيكال هي ايه؟ اي اي في ان ار تي, كلمه اي في ان ار تي اختصار اي في نودال ري انترنس تاكي كارديا. معناها ايه؟ معناها ان انت عندك اثنين باث ويز في الاي في نود, او هم ما بيبقوش جوه الاي في نود او بيبقوا اكسترا نودال يعني ماشي, كونكتد للاي في نود. سلو باث واي وفاست باث واي. مين هو الاديشنال؟ يعني مين هو الابنورمال الاكسترا؟ السلو ولا الفاست؟ السلو باث واي هو اللي بيبقى زياده. اوكي, فالسلو باث واي هو الابنورمال, الفاست هو الطبيعي. التيبيكال بيبقى عنده انتي جريد كوندكشن في السلو باث واي وريترو جريد كوندكشن في الفاست باث واي, ده التيبيكال. عشان كده بيبقى عامل البي ويف بتبقى شورت, الار بي انترفال بيبقى شورت, تلاقي البي تظهر بعد كومبلكس على طول. ده اللي بيعمل لي منظر السودو ار والسودو اس اللي بنشوفه ساعات في الاس جي. التيبيكال العكس, يا اما فاست سلو يعني مشي انتي جريد في الفاست بس لما رجع رجع في السلو, فالريترو جريد بي ويف تتاخر ما راجع في السلو. اوكي, او هو عنده اثنين سلو باس ويف, يقول لك سلو سلو, ده اسمه التيبيكال. مين اللي بنشوفه اكتر؟ تيبيكال اكيد, ولا ممكن نسموه التيبيكال يعني عايز اقول لك ان ده المور كومن بنشوفه. ده اللي هو الاي في ان ار تي. ده بنشوفه انهي سن؟ يونج ايج يعني الاطفال ولا الكبار اكتر؟ طارق قاعد ساكت مع ان طارق عارف المعلومات دي كلها. ده تحصل اكتر في مين اي في ان ار تي؟ يعني تحصل في الاطفال وتحصل اكتر في الميدل ايج والاولد ايج. الميدل والاولد ايج صح. الاي في ان ار تي صعب تلاقيها في طفل, مش بقول استحاله طبعا يعني, ممكن تلاقي شاب صغير عنده اي في ان ار تي, بس اغلبيتهم بيبقوا في الميدل ايج. يعني يقول لك لو واحد عنده حاجه 40 سنه او حاجه 50 سنه وبدا يشتكي من بالبيتيشن في السن ده, يعني معلش يقول لك سيسترو باسوي اللي بدا يشتكي عنده حاجه 50 سنه ده يعني, او ايتا تاكيكارديا في السن ده صعب. في الاغلب نتيجه الكولاجين ديبوزيشن اللي بيزيد مع الاي في نود, ده اللي ممكن يخلي الميديوم يعني بيغير الكوندكشن بروبرتيز بتاعت الباثوي. طبعا انا مش عايز ادخل في حته الشرح النظري البحث الري انتري بيحصل ازاي ومش عارف الامبلس لو جت, بس خلاصه الامر ان الري انتري عشان يحصل لازم امبلس تمشي في باثوي سلو, ولما تيجي تخلص الباثوي ده تلاقي الباثوي الثاني ريكفرد. فانت لو حصل فايبروزز والكولاجين اللي بيزيد مع الايج, ده اللي بيخلي ان الكوندكشن بروبرتيز تتغير. فممكن طول عمره هو موجود بدول الايفينودال فيسيولوجي, عند سن 40 50 سنه بدا تحصل البالبيتيشن. فالاي في ان ار تي في الاغلب الاقيها في الميدل ايج والاولد ايج, ولكن هذا لا ينفي انها قد تحصل في الاطفال بس مش ده القاعده. طب لو انا هكوي اي في ان ار تي, ايه التارجت ابليشن سايت سؤال ام سي كيو؟ ها سلو باس واي. عشان كده تلاقي دايما التسليم القسطره بتاعت حالات الابليشن يقول ايه؟ سكسسفول ابليشن اوف سلو باس واي اوف تيبيكال اي في ان ار تي. عمرك ما يقول لك ابليشن فاست باس واي, ما بنكويش فاست باس واي, بنكوي السلو باس واي. هو ده اللي بكوي لان هو ده الاكسترا. اوكي, ده اللي احنا عايزين نعرفه عن اي في ان ار تي مش اكتر منه. طبعا الهارت بيبقى ستراكشر نورمال. ال AVRT اختصار اتريو فنتريكلر ري انترنت تاكيكارديا. ايه نوعينهم؟ يا اورثودروميك يا انتيدروميك. الاورثودروميك كلمه اورثو يعني ايه؟ مستقيم دغري, حاجه ماشيه مظبوط, بتبقى ماشيه السكه الطبيعيه انها انتي جريد في الايفي نود, ايفي نود هيسبركنجي سيستم الحمد لله, ما هتبقى الايسوجين ار كومبلكس, ورجعت في الاكسسوري باثوي. تمام, فتوقع ان الكومبلكس هيبقى نارو. ليه هيبقى نارو؟ مش في الايفي نود وفي الاسبركين سيستم الفيري رابيد كوندكشن, ورجعت في الاكسسوري باث واي. فالريترو جريد بي ويف هتطلع قريبه من الكومبلكس, مش زي الاي في ان ار تي بس برضه هتظل شورت ار بي تاكي. فالاي في ار تي يا جماعه في الشورت ار بي, ما حدش تيجي يقول لك الاي في ان ار تي عشان ده راجع فاست باث واي تبقى شورت ار بي, لكن الثانيه عشان راجع في الاكسس تبقى لونج, لا برضه شورت, اغلبيتهم بيبقوا شورت. انتي دروميك العكس بقى, هتمشي انتي جريد في الاكسسوري باث واي وريترو جريد في الاي في نود, معنى كده الكومبلكس هتبقى وايت. اوكي, طب اسالكم سؤال, العيان احنا الاكسسوري باث واي عارفين عندنا ممكن يبقوا نوعين, يا اما يبقوا مانيفست. يعني ايه مانيفست؟ يعني يمشي انتي جريد وريترو جريد, يا اما يبقى كونسيلد. مين اللي فيهم بقدر اشخصه من الريسنج اي سي جي, المانيفست ولا الكونسيلد؟ المانيفست ليه؟ ده اللي هيبقى عنده ايه في الريسنج اي سي جي؟ دلتا ويف وشورت بي ار وايت كومبلكس اللي هو منظر بنسميه ايه؟ وولف باركنسون وايت باتر. انا في الاي سي جي ما بقولش سندروم, بقول باتر. لو بيجي له سيمتومز اقول عليه سندروم. عنده وولف باركنسون وايت باتر لان هو عنده الامبس لما بتيجي تنزل بتلاقي السكتين مفتوحين, سكه الايفينوت سكه الاسفاسوري, تروح نازله في الاثنين.
الاكسسوار باسوي عشان بيبقى اسرع من الايفنوت في البدايه، فتلاقي مره واحده البي ظهرت ومره واحده كومبلكس بدات. بس للاسف هو ما نزلش على اكسس على هيسبركنج، نزل على فينتريكولار ماسل فايبرز، فماشي بدات بسرعه بس بدات بطيئه. وبعدين الايفنوت بقى تستقبل تروح تستخد منها الرايه، تلاقي كومبلكس كانت بدات كده مره واحده راحت طلعت، فلاقي السليرنج اللي حصل ده عمل الدلتا ويف بقت شورت بي ار انترفال، وكومبلكس طبعا مع الديستربنس اللي حصل بقت شكلها وايد كومبلكس. ده المانيفست الكونسيلت. هشخص من رسم اس جي؟ لا معرفش اخصم من رسم اس جي، لان الكونسيل بيكونتاكت في الريتروجريد فقط. طب يبقى معنى كده الكونسيل يجي لهم انهي نوع من الاي في ار تي؟ يجي لهم اورثودروميك ولا يجي لهم انتي دروميك؟ ها كونسيل يعني مش بيكونتاكت انتي جريد ريتروجريد بس، ما يجوش غير اورثودروميك اي في ار تي. لكن اللي عنده مانيفست اكسسوار باسوي اللي هو الاي سي جي بتاعه مانيفست بري اكسايتيشن عادي، اللي بنقعد نجيبه ونعمل لوكاليزيشن ونقعد نعمل الهري بتاعنا ده، ده يجيله الاثنين، ممكن يجيله اورثودرومك وممكن يجيله انتي درومك. طبعا الواقع بقى المور كومن نشوفها دايما مين؟ الاورثو ولا الانتي؟ الاورثو. الاورثو انتي، الانتي ما بتشوفهاش كتير بصراحه، يعني انا قلما لما كنت شفت انتي درومك، معظمه بيبقى اورثودرومك. تمام؟ طبعا خلي بالكم ان في اكسبشن للكلام، واحد يقول لك طب ما في حاجه اسمها انترميتنت بري اكسايتيشن، ساعات بتبقى موجوده، هتلاقي عيان الريستنج بتاعه مره نورمال ومره مانيفست. بس خلينا نتكلم في الكلاسيك، الكونسيلت مش هيجي له غير اورثودرومك، لكن المانيفست ممكن ده ممكن ده. فلاتر، الفلاتر ده ما يقول لك ايه، هي عباره عن ماكرو ري انترنت سيركت. اشمعنى كلمه ماكرو؟ ليه اشمعنى كلمه ماكرو ري انتري؟ لان الري انتري مش هو الايفينود زي الايفين ار تي، ولا ما بين الايفينود والاكسس باسوي هم قريبين من بعض، لا ده انت واخد الاتريوم كله بتلف فيه، بيسموها ماكرو ري انترنت سيركت. الفلاتر دايما بنقسمها لحاجه من اتنين. كل الكلام ده طبعا خلي بالكوا ايه مجال اسئله ام سي كيو، وهي حاجات انتوا يعني ما تقلقوش، يعني هتلاقوا نفسكم هتبقوا عارفينها، ومع الوقت لما تسمعها تاني هتبقى سهل. الفلاتر حاجه من اتنين، يا تيبيكال يا اتيبيكال. طالما في تيبيكال واتيبيكال يبقى تيبيكال هو المور كومن. طالما قلنا كلمه التيبيكال، كلمه تيبيكال تساوي عندي اسمس ديبندنت. مين الاسمس اللي تقصده؟ اللي هو كيفو تراكازبت اسمس. فين الكيفو تراكازبت اسمس ده؟ كيفو يعني كيف اللي هو الايه، كيف اللي هو انفيو فينا كيف الاي بي سي، بنقصد بيه الاي بي سي مش الاس بي سي. وتراكازبت اللي هو الانيولس. الاسمس اللي ماشي ما بين الاي بي سي اوريفيس والتراكازبت انيولس بنسميه كيفو تراكازبت، بيبقى على الانفيو سيرفيس بتاع الرايت ايش. تمام؟ لو الاسمس ده بارت من السيركت هقول عليها تيبيكال اترا فلاتر، لو مش بارت من السيركت اتيبيكال اترا فلاتر، يقول لك نون اسمس ديبندنت. سيبنا من الاتيبيكال مش مهمين بالنسبه لنا، قلما لما بنشوفهم لما بنشوفهم بنقول كارتو، ده محتاجين كارتو، دول صعب يكيو كده ايه كونفنشنال ستاتس. لكن التيبيكال، التيبيكال في منه نوعين بقى، يا كاونتر كلوك وايز يا كلوك وايز. دي انا احفظها معلش، انا عارف انها حاجه ملهاش اهميه كلينيكال صراحه قوي بصراحه يعني. بس انا حافظ عشان في بعض الاوقات الام سي كيو يحبوا ايه يسالوك فيها. كاونتر كلوك وايز يعني ماشيه ازاي؟ هو في هنا اوبشن ان انا اقدر اجيب بن صح؟ اعتقد ايوه هايلايت عشان بدل ما اقعد اعملها على السبوره. فين؟ ليزر بوينتر، بوينتر اوبشن صح؟ اه هي دي. هايلايتر ولا خليها ان كلر وخلاص؟ خليها دي. هو انكر، هي انكر ماشي. لو انا قلت كده مثلا ادي الاي في سي كده عشان برضو اللي في الفيديو يشوفوها، وادي كده انا هرسم، هي رسم كروكي معلش طبعا بس هيفهمنا الفكره. خلاص اللي فوق ده الاس في سي وده الاي في سي وده رايت اتر. الاسمس بيبقى فين؟ لو انا هعتبر ان الفنتركل طالع لي هنا مثلا كده ماشي، هي رسمه طلعت الى حد ما مظبوط، هقول الكيفو تراكازبت اسمس في الحته دي. اوكي لو السيركت ماشيه كاونتر كلوك وايز يعني كده اوكي في الاتجاه ده، يعني هي بتلف، بصوا فين شوفوا ليه عليها ماكرو ري انترت، بتلف كده، يبقى هنا دي كاونتر كلوك وايز. احفظوها كده، انا عارف هي لها تفسير بس انا مش عايز اقولها، ان لو قلت تفسير حاسس ان ايه كلكم هتدلدلوا شفايفكم كده. ها جت ازاي يعني؟ في الثلاث سالت مره عاد يقول ايه التفسير بتاعه، طول ما اعرفش عادي يشرحها لي حد من فيسيولوجيست عادي يشرحها لي، مش عارف بس سيبكم من تفسيرها. الكاونتر كلوك وايز كده اعرفوها كده، هتبقى نيجاتيف في الانفيريور ليز وبوزيتيف في في 1. احفظوها معلش، لان فهمها صراحه يعني هتحس ان انت انبسطت انك فهمتها، بس في الاخر تقول طب انا استفدت حاجه، اي دونت كير. خلاص طب دي الكاونتر كلوك وايز، ودي المور كومن بصراحه انك تشوفها نيجاتيف في الانفيريور ليز بوزيتيف في 1. لكن لو العكس انها ماشيه في الاتجاه ده كلوك وايز اوكي، يبقى دي ايه؟ هتبقى بوزيتيف في الانفيريور ليز ونيجاتيف في الانفيريور. افتكرها كده، ما كانها كلوك وايز تبقى ماشيه توورد الانفيريور ليز، لكن كاونتر كلوك وايز اواي فروم ذا انفيريور ليز. معلش هنحفظها كده معلش عشان خاطر ايه ما نتلخبطش. هتفرق في الابليشن؟ مش هتفرق. ليه؟ لان ايه التارجت ابليشن سايت في التيبيكال اترا فلاتر؟ هو الكيفو تراكازبت اسمس. ادخل اكوي الاسمس، الاسمس ده هو المكان اللي بتيجي الامبلس عنده وبتبطئ،
وده اللي بيساعد السيركو تفضل منتظم. ادخل اوكي يبقى سهل ان هو ايكيو بما كان كده اناتوميكال بنبقى احنا حافظينه ندخل نكوي. اوكي ده بالنسبه للاترا فلاتر. طبعا لا ننسى ذكي حطيتها. طبعا لا ننسى ان الفلاتر مش سلو باث واي بس الكوندكشن فيه بيبقى سلو مقارنه بقيه الاترا. زي حتى لما يرسموا دايما دايجرام كده للفلاتر الانيميشن يجيب لك امبلس ماشيه وتيجي عند الاسمه تروح مبطئه يبقى سلو كوندكشن الى حد ما، لكن مش سلو باث واي زي الثاني بس الى حد ما ممكن يتشابه في بعض البروبرتيز. هو تيشو عادي، هو تيشو عادي اسمس عادي تيشو بس ليه كوندكشن بروبرتيز مختلفه عن بقيه الاتريوم، فبيبقى فيه سلو كوندكشن الايفكتيف بتاعته بتبقى مختلفه. ده اللي بيخلي ان هو لما بيجي يوصل بالسلو كوندكشن عمال لما بيوصل لبقيه التيشوز بيبقى الريفراكتور السنه بتاعتها خلصت ريزولف. ده اللي بيساعد ان السيركو دي تفضل موجوده. عشان كده لما بتكوي الاسمس انت بتربط السيركو دي وبتلغي الميديم اللي بيسهل حدوث الري انترنت سيركت. يعني انت في الاخر كانك بتقولي انا بقطع كل الظروف اللي تسمح ان السيركو دي تفضل مكمله. اه تمام، هو ده فكره الفلاتر. طبعا ما ننساش ان الفلاتر بيتعامل معامله الاي اف في موضوع الانتي كواجليشن بالظبط. يعني لو عيان فلاتر بحطه على تشايلد فلاسك سكور، ولو على حسب لو زيرو مش هياخد حاجه، لو 1 يبقى كلاس 2 اي ان هو ياخد انتي كواجليشن، لو 2 يبقى كلاس 1. وطبعا ميل وفيميل طبعا هتختلف عشان عارفين قصه الفيميل هنديها ايه. اديها بوينت زياده لما تيجي عشان بنتحسب ليها 1 بوينت انها فيميل. تمام، لو في موضوع اقل من 48 ساعه اكتر من 48 ساعه بينطبق عليه اقل من 48 ساعه اقدر اكارديفيرت. فوق ال 48 ساعه او البيشنت داز نوت ريمبر يبقى هقول لا تي اي كارديفيرجن او انتي كواجليشن مده 3 اسابيع. فالفلاتر يتعامل معامله الاي اف فيل. لكن مين الابليشن بتاعه اسهل؟ فلاتر. ليه؟ رايت اتريوم وست اسمس، هدخل اسمس اناتومي. لكن الاي اف ترانسبتال بانكشر عشان عادي الليفت سايد دي لوحدها اصلا فيها ريسك اوف كومبليكيشنز بقى، ريسك اوف تامبونات وريسك اوف وبكوي. هو الليفت اتريوم اللي هو مكان ممكن يحصل منه ستروك. والحاجه الثالثه انا مش بكوي سايت واحد ادخل، ده انا هدخل اعمل ايزوليشن لاربعه فارمونري فينز. Very complex procedure والريكرنس ريت ممكن يوصل ل 75% سوري من 20 ل 25%. لكن الفلاتر لا، السكسس ريت يعني مثلا لو قلت لك حتى لك ايه نسبه نجاح الفلاتر ابليشن من 90 ل 95% ان هو ينجح وما يحصلوش ريكرنس، يعني 5% من يحصل ريكرنس. لكن الاي اف من 70 ل 75%، انت لو قلت له 80% تبقى بتكرمه. يعني هو الفكره 70 ل 75% ايه؟ عندهم الاثنين وبتضطر تكوي الاثنين وساعات بيحصل ان انت تتخل. يعني هو عنده ايفيدنس للفلاتر وايفيدنس للاي اف، فانت بتضطر ان انت تكوي الاسمس الاول وبعدين تروح داخل تكوي الترانسيفر وتكوي الـ في حد كان بيقول لك كان سمعت الروتين نكوي الفلاتر مره. بص هقول لك حاجه، في بعض وجهات نظر كده بس في وجهه نظر برضو يعني تحترم. في ناس يقول لك انك كل ما تزود الابليشن سايتس كل ما بتزود الريسك ان يحصل انترنت سيركتس. يعني في ناس ساعات كل من الابلي الاسمس تلاقي بعد كده يجي لك ري انترنت اترا تاكيكارديا مختلف على كان بيديله قبل كده. يعني مثلا في نظريه في الاي اف ابليش يقول لك ايه ما تكويش فارم فينز، ما تعملش فارم فين ايزوليشن بس، اكوي عند الروف ويكوي لك لاين عند الفلور ويكوي عند فيزو ابندج. ماشي اوكي جميل، هتزود انت شايف انك هتزود سكسس ريت. بس النبي يسوي لك بتعمل فراجمنتيشن للاترا الماس، يقول لك بس الواقع ان انت كده ممكن تعمل ايه، ان انت ممكن تزود الريسك فري انترنت اترا تاكيكارديا. ودي شفتها كتير بتحصل. الناس بقى لما بيعملوا ابليشن هنا في مصر طبعا ما بتشوفش عن الاي اف ابليشن كده بره، بيجي تلاقي مثلا عيان عمل ثلاثه ابليشن، تلاقي مره بقى جالك باترا تاكيكارديا، هو طول عمره بيجيله اف، جالك المره دي بقى في العياده باترا تاكيكارديا. ليه جات له؟ كم الابليشن لاينز اللي عملناها بشعه. انت اخر مره دي بتلاقي مثلا عند المره الريدو بيعملوا ابليشن كتير جدا اكستنسيف ابليشن، فطبعا ده ريسك ان يدخل في الانترا تاكيكارديا. طيب بي جي ار تي هي نوع خاص من الاي في ار تي عشان بس ما نتلخبطش. هي نوع مش كومن، انا عن نفسي عمري ما شفته بصراحه غير في الكتب، يعني عمري ما شفته كلينيكال يعني. بس طبعا الناس اللي بقالهم سنين بيشتغلوا مثلا عند الدكتوره ميرفا تقول لك لا شافته طبعا، تقول لك شفت بي جي ار تي. البي جي ار تي اسمه اختصاره بيرمننت جانكشنال ريسيبروكيتد تايكارديا، هو عباره عن اي في ار تي بس هي كل نقطه في ايه؟ ان هو عنده بوست روسيبتال اكسسوري باسوي، او هي عندها بتحصل اكتر في الفيميلز وفي اليونج ايج والتينيجرز. اكسسوري باسوي بوست روسيبتال سايد ذا موست كومن سايد، بس هو انتجريت فقط سوري ريتروجريد فقط، انا اسف هو ريتروجريد فقط ماشي. فبتمشي الامبلس انتجريد في الاي في نود وترجع في الاكسسوري باسوي. طب ايه فرق الاورثودرومك اي في ار تي؟ يعني اقول لك لا، هي الموضوع مش قصه انها اورثودرومك اي في ار تي وخلاص، بيبقى سلولي كوندكتنج تمام، وبيبقى كمان ايه ديكريمنتال بروبرتيز. فالبي ويف الريتروجريد بتتاخر فيبقى لونج ار بي تاكيكارديا. طب ليه خاصوه بنوع معين؟ عشان هو بس سلولي كوندكتنج وريترو وديكريمنتال بروبرتيز. ديكريمنتال يعني ايه؟ يعني كلمه ديكريمنتال ديكريمنتال يعني كل الاترا ريت ما يعلى تلاقي انها تقول لك ايه لا انا مش هعدي لك كل الامبلس. يعني الاي في نود فيها ديكريمنتال بروبرتيز بدليل ان العين الاي اف في الاترا بيوصل 400 و 130 140 ما بتعديش 1 تو 1.
الاكسسوار باسوي ما عندوش ديكريمنتال. عشان كده بتوع الاي اف لما يدخلوا في عندهم اكسسوار باسوي بيدخلوا في اي اف بيبقى فيري هاي ريسك لان الكوندكشن ريت ممكن يوصل ل 2 تو 1 او 1 تو 1 فبيبقى فيري هاي ريسك وممكن جنريت انتو في اف. فالبي جي ار تي هو نوع مختلف اكسسوار باسوي بس مشكلته انه بيبقى انسيسنت عشان كده سموها بيرمنت. فبيدخلوا في تاكيكارديا يوز كارديومايوبثي فلازم يدخل ايكوال بوست ريسبتال اكسسوار باسوي. فالبي جي ار تي من الاخر هو نوع خاص من الاورثودرومك اي في ار تي بس ليه كرايتيريا مختلفه مش هنقف عنده كتير لان هو مش حاجه. المهايم زودت لكم سلايد بسرعه عشان خاطر ايه واحنا قاعدين عشان خاطر ما تتنسيش لانه جه بيجي في الام سي كيو. طبعا ايه قصه المهايم؟ المهايم ده اسم اللي اكتشفه طبعا شكل المهايم دي بس هو اسم شخص اجنبي اللي اكتشفه. مهايم اكسسوار باسوي هو نوع خاص برضو من الاكسسوار باسوي بيتميز بايه؟ اولا بيكونكت انتي جريد بس ما فيهوش ريتو جريد. جميل يعني ممكن الاي جي يبقى فيه بري مانيفست بري اكسايتيشن او ممكن ليه ديكريمنتال بروبرتيز يعني هو انتي جريد مش ريتو جريد بس ديكريمنتال بروبرتيز. اوكي اشهر مكان ليه اتروفاسيكولار يعني ايه اتروفاسيكولار يعني بيكونكت الرايت اترم للرايت باندل برانش. لما هيعملي تاكيكارديا هتبقى نوعها ايه؟ انتي دروميك اي في ار تي بليفت باندل مورفولوجي. طب انتي دروميك فهمتها عشان هو انتي جريد في الاكسسوار باس واي وريترو جريد في الاي في نوت. ليه ليفت باندل؟ لان الموست كومن سايت في الرايت سايد. الموست كومن سايت ليه في الرايت سايد اوف ذا هارت عند بيكونكت الرايت اترم للرايت باندل برانش. يبقى لما التاكيكارديا تبتدي من الرايت سايد هيبقى المورفولوجي بتاعها ايه؟ ليفت باندل. ليفت باندل ليفت باندل وليفت اكسس الاثنين تمام. يبقى احنا مش عايزين نعرف انا اكتر من كده انها ايه ان هو العيان ده بيبقى انتي دروميك اي في ار تي ليفت باندل مورفولوجي اشهر مكان ليها اتروفاسيكولار ديكريمنتال بروبرتيز انتي جريد اونلي. هي جت فيها سؤال ام سي كيو مره واحده اللي هي الدور اللي انتوا امتحنتوه صح كان جالكم فيها سؤال ام سي كيو ساعتها. فالمهايم بس خلينا عارفين طبعا هو المهايم بيتشاف بيتشاف يعني انا شفت المهايم كذا يعني ثلاث مرات مثلا من انواع الاكسسوار سوي اللي هي نوت ان كومن اللي بيشتغل اي في شوف. فعشان كده ممكن يحبوا يسالوا فيها سؤال ام سي كيو. طيب مين تاني انواع من الري انتري؟ سكار ريليتد في تي حدث ولا حرج اعتقد مفيش حد فينا ما شافش سكار ريليتد في تي. يعني ايه سكار ريليتد في تي؟ يعني عيان عنده ستراكشرال هارت ديزيز. مش بتكلم في عيان جالب استيمي مش نوع عيان جالب نون استيمي لا انا بتكلم في عيان عنده مايوباثي ايا كان بقى سكيميك ال في ديس فانكشن دايليتد كارديوميوباثي هايبرتروفيك كارديوميوباثي اريزموجينيك ار في كارديوميوباثي ولد عنده كونجنتال هارت ديزيز وقاله سنين بيتعالج واحده كانت عامله مايترال فالف بس مايترال فالف ريبليسمنت هتعمل في الاتريوم بس ساعات مثلا عامل في اس دي ريبير وكان عامل فينتريكيلوتومي فالفينتريكيلوتومي سكار دي يحصل عليها ري انتري. كل دول عيانين بيجي لهم عندهم سكارز يعني بتاع الدايليتد عنده سكار والاريزموجينيك عنده سكار مش الاسكيميك بس اللي عنده سكار حدش يفتكر بس الاسكيميك عشان هو ام اي والام اي حولت لسكار فده بس اللي يجي له سكار اللي بتاع الهايبرتروفيك برضه عنده سكار. ما الهايبرتروفيك ده عباره عن ايه؟ ما في انفلتريشن حصل في المايكارديوم وبيعمل مكانه في سكار تيشو كولاجين تيشو هيحصل عليه ري انتري تمام. فالسكار ريليتد في تي في بعض الكتب يقول لك ان ده الموست كومن تايب اوف في تي انت هتشوفه يعني معظم عيانين الفي تي اللي بتشوفهم هم عباره عن ما اقدرش مش عارف برسنتج قد ايه ما اقدرش اقول لك كام في الميه بس سكار ريليتد في تي يعني تكاد تكون ان اغلبيه حالات الفي تي في السبايه هتبقى من نوع السكار ريليتد طبعا. ويا طبعا النوع الثاني الام اي اللي هو اللي بيجي في الاكيوت ام اي بالفي تي وتيجي تعمل بعد ما ترد وتعمل له سي جي تلاقيه انتيريور ستيمي او انفيرير ستيمي. فالسكار ريليتد في تي طبعا من انواع رغم طبعا السكار ريليتد في تي من الانواع الاريزم اللي صعبه كويها لانك عشان تكويها محتاج تعمل ايه؟ تدخل تعمل بالكارتو طبعا اندوكارديال او ساعات نضطر ندخل ايبيكارديال يعني تدخل الزيف ستيرنم كانك بتعمل بريكارسينتيسيس وتعمل تشوف السكار فين بالمابي وتكوي حواليها اليان انك بتعمل ايزوليشن للسكار من بقيه المايكر. طبعا عمليه فيري لينثي كوست بتاعتها عاليه جدا جدا ريسك اوف كومبليكيشنز عالي الريكرنس ريت عالي جدا بعدها وبتزود السكار يعني شفتها في انجلترا مثلا ثلاث مرات اتعملت الثلاث مرات العيانين جالهم ريكارنس بعديها بكام شهر جولنا تاني في العياده المتابعه بريكارنس. ففعلا رخمه قوي ويعني تحس انه في الاخر عارف زي السي تي او نقعد نشتغل والعيان في الاخر يقول لك انا لسه تعبان يا دكتور. في الاخر طب انا قعدت صرفت ثلاث ساعات اربع ساعات دي انا فاكر مره مش هنشتغل ده كانت ست ساعات كان ايبيكارديال في تي ابليشن قعدنا ست ساعات من الصبح لغايه الساعه 6 المغرب بنشتغل فيها وبعد شهرين العيان جاله ريكارنس. طب في الاخر استفدنا ايه؟ عشان كده السكار ريليتد في تي لما بتحصل بيبقى الفيرست اوبشن بالنسبه له ايه لاين تريننج اي سي دي طبعا انا بتكلم في هنعمل ترمينيشن للفي تي انا بتكلم فيما بعد هعمل ايه اي سي دي اي سي دي عشان لما تجيله نترمينيت واديله ميديكيشن اوكي لكن ابليشن لما بعد الاي سي دي تجيله شوكس وملهاش ريفرسبل فاكتور تقدر تكوريكت هنضطر نعمل ابليشن بس تعرف العيان ان في ريسك اوف ريكارنس. فدي كده غير الايديوباثيك في تي الايديوباثيك في تي اللي هي بتبقى ديليت افتر ريشن لا ده بالعكس ده لو الايديوباثيك في تي والستراكشر نورمال هارت ومش عنده تشاينلوباثي ده كانت الابليشن ده فوكر ادخل ايكو الفوكس ار في او تي ال في او تي تدخل تكوي. فسيكولار في تي بقى من انواع في الاريزمز اللي يحبوها في الامتحان قوي قوي كل امتحانات الام ار سي بي واليو اس بي في الايه في الموديول بتاعنا
مدير بتاع فسيكلا لان هو نوع مشهور صراحه هو كومن يعني ما اقدرش اقول ان هو ما بيتشاف لا كومن بيتشاف ومن الانواع اللي هو من الانواع الفي تي الظريفه كده تحب تقعد تذاكرها كده. هو عباره عن ايه؟ اولا هو في الاغلب بيبقى شاب ميل مش فيميل اغلبتهم بيبقوا ميلز يونج ايج يعني مثلا شاب صغير تينيجر مش عارف ايه استراكشر نورمال هارت ايكو بتاعه نورمال مفيش اي مشاكل خالص. هو عنده مشكله ان عنده هو ري انتري عنده انتي جريد لم عباره عن كده زون كده بتبقى كونداكتنج فايبر سنسيتيف للفرابامل جدا بيسموها حتى كده في الكتب فرابامل سنسيتيف زون وريترو جريد لم في اغلب الحالات عباره عن البوستيرو فاسكل. احنا عارفين ان الليفت باند بتتقسم لانتيرو فاسكل وبوستيرو فاسكل في الاغلب بيبقى البوستيرو فاسكل في 95% حتى هي البوستيرو فاسكل في 4% بس بيبقى الانتيرو فاسكل. فتلاقي انتي جريد في الفرابامل سنسيتيف زون ورجع ريترو جريد في البوستيرو فاسكل ده اسمه فاسكلر في تي. طب ايه اهميته؟ اولا هو بيعمل لي منظر واي كومبلكس ايكارديا وريجولر بس ايه الخواص بقى الزياده عليها اللي تخليني اقول ان ده هيطلع فاسيكولار مش هيطلع نوع تاني من الفي تي؟ ايه اولا هيبقى رايت بامبل لانه بادئ فين؟ في الليفت فنتركل. هو الفاسيكل دي موجوده فين؟ المدين البايفوركشن بتاع الليفت بامبل هتبقى موجوده في الفاسيكلز اللي في الليفت فنت هتبقى رايت بامبل. تبقى تيبيكال ولا اتيبيكال مورفولوجي؟ في الاغلب اتيبيكال مورفولوجي رغم ان الفي تي اغلبيه الليفت باند والرايت باند بتاعهم بيبقوا في البروجكت اتيبيكال مورفولوجي. ده يقول لك انت لو لقيتها ليفت باند او رايت باند المنظر اللي انت متعود عليه انك واخد عليه او في الاغلب دي اس في تي ابيرنسي لو اتيبيكال تعرف دي في تي. لا ده بقى بيبقى ايه؟ ده في الاغلب بيبقى تيبيكال رايت باند مش بروجكت. الكومبلكس بتاعتها بتبقى وايد قوي ولا وايد نص نص؟ وايد نص نص يعني ما تبقى ريليتيفلي نارو. ليه؟ لانها ستيل ماشيه جوه الهيسبركنجي سيستم. ما البوستيرو فاسيكل ده جزء من الهيسبركنجي سيستم فتلاقي كومبلكس 120 صعب قوي تزيد عن كده غير الفي تي التقليديه 150 160 وتلاقيها ممكن تعدي كمان بالسكار ليت الفي تي مثلا. فهيبقى تيبيكال رايت باندل هيبقى الكومبلكس بتاعه ريليتيفلي نارو مقارنه بقيه الفي تي. وايه اهم حاجه بقى فيها اللي مخلينها كده حاطينها نوع لوحده؟ دي الفي تي الوحيده مش الوحيده قوي صراحه بس هي يعني اشهر تيبيكال اكزامبل للفي تي كان بي ترمينيتد باي ايزوبتن. الفي تي العاديه ينفع نعملها ترمينيشن ايزوبتن؟ استحاله. ايام مايوباثيك عنده سكاريت الفي تي يعمل له ايزوبتن او عين ام اي جاري في ايزوبتن انت بتموته. ده النوع الوحيد ان انت لو انت عارف ان العين ده فاسيكولر يعني انا مش بتكلم ان انت برضه ايه بالفقاقه كده انا واقف في الاستقبال بقى وانا فلوط بتاع زماني مسكت الجي كده ده فاسيكولر في تي. طب هو عنده نون هيستوري؟ لا اصل انا شخص يلا الايزوبتن لقيت العين ضايب بعد كده دخل شغل بلاش الايه تاخدك الجلاله قوي. حتى لو انا اي بي انا ممكن برضه اتردد حاجه زي دي لان انا لو انا نسبه 5% انا غلطان ودي كانت في تي سكار ليتد وعامله مايوباثيك انا موت العيان. انا مش هعمل الحركه دي غير في عيان نون زي كده لما اقول لك بالمونري دي ما بتاعت مايتراستينوز بتفك بالايزوبتن. مش معنى كده ان انا اقول اصل انا سمعت رامبيك ورحت اديته ايزوبتن عشان يفك. لا انت عارف ان العيان مايتراستينوزس فانت عارف ان الفانكشن نورمال وعارف عنده سيفير مايتراستينوز ودخل في ايه فانا هديله ايزوبتن دلوقتي افكه مش ان انا برضو النبي بتاع زمان ان انا سمعت الرامبلينج والعيان بيكركر. فالفاسيكلر انا هانترمينيت بالايزوبتن بناء على باس هيستوري ان ده فاسيكولار في تي متشخص هي از ويتنج فور هيز ابليشن بروسيجر وشخصنا خلاص ده فاسيكولار في تي. يبقى الفاسيكولار في تي عشان الام سي كيو بس نبقى عارفين هو عباره عن ايه؟ يونج ميل ستراكشر نورمال هارت انتي جريد لمب هو في رابامل سنسيتيف زون والريترو جريد يا بوستيريو فاسيكل يا انتيرو فاسيكل. المور كومن تبقى بوستيريو فاسيكل. طبعا لو بوستيريو فاسيكل هيبقى الاكسس باصص فين؟ ليفت ولا رايت؟ افتكروا دايما كده بوستيريو فاسيكل يعني هي طالعه من ورا رايحه على قدام يبقى انهي ليد اللي بوزيتيف واحد وي في ال والانفيريور ليدز انفيريور زي ما بيبقوا انفيريور وبوستيريور هيبقوا نيجاتيف يبقى ليفت اكسس. لكن لو هي انتيريور فاسيك اللي هي ليس كومن من قدام ورايحه على ورا يبقى الانفيريور ليدز هي البوزيتيف. بانز البرانش انت نوع سخيف ملوش اي 300 لازمه تلاقي مكتوب فيه كلام كتير قوي في الكتب هو نوع صراحه نادرا ما هتشوف. خلاصه الامر ان باند برانش هو عباره عن الاثنين الباند اللي قاعدين بيوجبوا مع بعض الرايت باند ليفت باند انا هلعب الانتي جيم بتاع الريترو جيم او العكس بالبلدي كده. وعيان في الاغلب يبقى مايوباثيك يعني باند برانش شاسه فعني مايوباثيك بالذات الدايليت كارديوماثي في الاغلب بتلاقي الانتي جريد في الرايت باندل والريترو جريد في الليفت باندل فيعمل لك وايد كومبلكس هيل كارد. مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان العيان مايوباثيك فلما بيدخل في في تي المورتاليتي تبقى عاليه. انا مش بتكلم في عيان نورمال ده انا بتكلم في عيان مايوباثيك الفي تي ممكن تؤدي المورتاليتي فيه. طب انت هتعمل ايه في الاخر لما تشوف الباند برانش؟ هي عاملين لها نوع لوحدها للسبب بيقول لك لو سمحت لو شفت باندل في تي وانت بالخبره قلت ان ده باندل برانش ري انترت لان هو واخده تيبيكال ليفت باندل مورفولوجي مش تيبيكال العيان ده اقول له ايه؟ مش ميديكيشن واي سي دي قول له هدخل اكويلك اكيو رايت ولا ليفت تتوقعه؟ انتوا لو حابين تدخلوا تكويل فعين ما يعرف اكيو رايت ولا تكويل ليفت؟
مين الأأمن ومين اللي ريسكي على العين ده على اللونج ران؟ بلاش مين اللي ما احبش اضربها لانها هتبهدل العين فيما بعد، ليفت باندل ولا رايت باندل؟ ليفت باندل هتعمل ايه بالسينكرو؟ ايكوال رايت باندل. ومش ده السبب الوحيد بصراحه، هو السبب الثاني ايه؟ ان انت صعب تكوي الليفت باندل. الليفت باندل بتبقى ارايزنج قوي وبتبقى فيري ثيك، تبقى ثيك شيت فايبر، صعب انها تكوي. الرايت باندل سهل انها تضرب، قادرين العينين بتوع اللي هم المهايم ساعات واحنا بنكويهم بنجيب لهم رايت باندل. ساعات بيبقى مايباثيك ليفت باندل، لو كويت الرايت باندل ممكن تحتاج بيس. لا قصدي ان هو لما بيجي له ممكن تجيب له ليفت باندل. بس اسخبك نقطه، مش معنى ان هو عنده ليفت باندل ان الليفت باندل 100% ميته، هو بتبقى سلولي كوندكتنج بس ممكن تبقى لسه شغاله، فممكن تبقى انتي ليفت رايت باندل وما زال في ريتو جيت في ليفت باندل. مش معنى ان هو عنده ليفت باندل برانش بلوك بري اكزيستنج ان الليفت باندل عنده البرانش ده ميت ما بيجيبش بيشتغل، بس ممكن يكون لسه بيكوندكت وساعتها هيجي له. بس مين بينك هي ان هو مش نادر ما تشوف، انا عمري ما شفته برضو باند برانش. البروجادا سندروم يا جماعه من انا بس كل عايزكم تعرفوه عن البروجادا، هنقول هنت كده سريع عن التشينلوباثيز. بس طبعا يا محاضره الدكتوره لاميا اللي هي على اليوتيوب صراحه شرحت التشينلوباثيز روعه، عشان كده قلت لكم اسمعوها لانها فعلا يعني في تفاصيل انا مش عارف اقولها النهارده عشان الوقت. بس خلاص البروجادا انتوا عارفين البروجادا هو عباره عن انكتيفيتنج ميوتيشن في الصوديوم شانل اللي هو بيسموها لوس اوف فانكشن. لما يجي يقول لك هو لوس اوف فانكشن ولا جين اوف فانكشن، اي حاجه انكتيفيتنج ميوتيشن يعني التشانلز تضرب تبقى اسمها لوس اوف فانكشن. لو حاجه فيها ري اكتيفيشن للشانل بتسميها جين اوف فانكشن. الصوديوم شانل بقت فيها لاك اوف اكتيفيشن بالذات في الايبيكارديوم، فبقى فيه فولتج جريديانت من الاندوكارديوم للايبيكارديوم، عشان كده بتعمل اس تي اليفيشن في الرايت تشيست ليدز. دايما هي بسببها بتعمل ايه؟ بتعمل فيست حاجه اسمها فيست ري انتري، انتري جوه فيست. بس حته دي لو شرحتها طب اقول لك حاجه، قال لي حاجه عندي فكره خلينا نعرفها دلوقتي في البريك اللي عايز يسمعها نشرح، لان انا فعلا لو شرحتها اولا لازم اجيب رسومات، هي في محاضره ثانيه هجيبها في محاضره ثانيه. هي رسومات يعني عايز الدكتور سامي دياب الله يرحمه فضل شرحها لنا واحنا كنا اي في بقى قاعدين كلهم اي في، قعد نص ساعه بيشرح لنا واحنا قاعدين متنحين بقى اللي هو طب معلش يا دكتور ثاني فضلنا. فانا لو شرحتها يعني هنهنج كلنا، فخليها بس ايه في الاخر عايز اشرحها. افتكروا دايما البروجادا لو حد قالك ايه الميكانيزم في تي او الميكانيزم في اف في البروجادا، هي بتبقى ري انتري نتيجه لوس اوف فانكشن ميوتيشن. عشان كده بقولك يا دكتوره لم يشرحها بالتفصيل اكتر، ان هي محاضرتها بيور لمده ساعه ونص تقريبا بتشرح تشانلوباثيز بس. الابنورمال اوتوماتيسي احنا قلناهم، الفوكال اتر تاكيكارديا، الجنكشن تاكيكارديا، الانابروبري ساينس تاكيكارديا، انا مش هعيدهم عليهم تاني لان هو نفس الكلام اللي احنا قلناه. الايرلي افتر دي بروجي قلنا اللونج تي. بمناسبه لونج تي بقى، اللونج تي بتبقى ايه؟ يا ايه يا كونجينيتال اللي هي جيناتك يعني يا اكوايرد. الكونجينيتال طبعا حدث ولا لونج تي تايب 1 اللي هو مشهور قوي بيحصل مع السبورت او مع الاكسرسايز سبيشلي سويمنج. لونج تي تايب 2 اللي هو بيحصل مع اوديتوري ستيمولاي لونج وبوست بارتم، مهم قوي. لونج تي تايب 2 ممكن يحصل بوست بارتم، واحده قال لك واحده فيميل سادن كاردياك ديس بعد الولاده يا هتفكر في بيري بارتم كارديوميوباثي، لكن لو الايكو بتاعها كان نورمال هتفكر في لونج تي تايب 2. تمام بالك برين تقريبا تمام. لونج تي تايب 3 بيبقى ديورنج سليب. مش لازم نحفظ الانواع الثانيه، كل معظم انواع اللونج تي بتبقى مشكلتهم ايه؟ بتبقى مشكلتهم لوس اوف فانكشن جين اوف فانكشن بوتاسيوم شانلز سوري لوس اوف فانكشن بوتاسيوم شانلز، ما عدا لونج تي تايب 3 بتبقى جين اوف فانكشن في الصوديوم شانل. جين اوف فانكشن يا سونشن بتبقى ري اكتيفيتد بعد ما تخلص. فيها رسمه كده دكتور اسامه دياب الله يرحمه كان عاملها انيميشن فهوريها لك. وطبعا اللونج تي بتموت من ايه؟ ايرلي افتر دي بروجين هتدخل لي فيه تورسات دو بوان بتعمل سادن كاركتس. امال ايه الاكوايرد كوزز؟ ممكن يقول لك كده اول اوف ذا فولوينج ار كوزز اوف لونج تي اكسبت الالكترولايت. انهي الكترولايت ديستربنس؟ هايبوكاليميا، هايبوكالسيميا، هايبومانجنيزيميا، يعني الهايبر ما تعملش. دراجز طبعا مشهوره قوي، ايه اشهر دراجز تعمل؟ خلينا نراجعهم كده سريعا عشان طبعا ممكن الامتحان يقول لك اول اوف ذا فولوينج فور لونج تي اكسبت. مين الانتي اريزميك اللي برولونج الكيو تي؟ 1 و 3 1 اه اسمه ايه ده؟ كلاس 1 اي اللي هم مين؟ اللي هم البروكينامايد والكينيدين والاجمالين والحاجه الثالثه اللي هو كان اسمه الدايزوبيرامايد. طبعا مش الثلاثه مش هتلاقيهم موجودين في مصر. تعرفوا كمان كلاس 1 سي اللي هو مين؟ اللي هو بروبافينون والفليكنايت. كلاس 3 اللي هم اميودارو سوتالول بيتقال عليه كلاس 2 كلاس 3، بس هو طبعا بيبرونج الكيو تي طبعا. يعني سوتالول بيتصنف ككلاس 2 بيتا بلوكر ويتصنف ككلاس 3 مع البوتاسيوم شانل بلوكرز. اللي هم مين بقى؟ كلاس 3 اللي هم اميودارون، درونيدارون، السوتالول، الحاجات اللي بقى اللي مش موجوده قوي الفيرناكالنت والاسمه ايه ده الايبيتولايد والدوفيتولايد، طبعا حاجات يعني حتى مش هتلاقوها موجوده بره خلينا نلبسها تمام. لكن كلاس 1 بي مثلا
لا ده بيشورت من الكيو تي ده العكس بقى اللي هو مين الميكسيتين عشان كده الميكسيتين مش ديفاين هيميوباثيك ما بنخافش الليدوكين بيشورتن هتقولي الله يعني الاميودارون بيبرولونج الكيو تي اقول لك اه امال بتدي ازاي في عين مايوباثيك ايوه الاميودارون لما بيأثر على النورمال تيشو والاسكيميك تيشو فبيعمل حاجه اسمها الكتريكال هوموجينيسيتي ان انت بيبرولونج هنا وهنا فلكن المشكله الحاجات الكيو تي برولونجنج الثانيه لما بتبرولونج الكيو تي بتاثر على التيشوز اكتر يعني مثلا ممكن ياثر على التيشو اكتر من الاسكيميك تيشو طالما اثرت على كوندكشن بروبرتيز في حته اه وحته لا كده انت بتفيفر ري انتري لان غيرت كوندكشن بروبرتي خليت حته سلوور عن حته فده بيسهل ان تيجي تمشي في سلوب اسوي مثلا كده بالراحه وتيجي عند الفاست تلاقي ريكفرد لان انت بطأت الحته دي فعشان كده يقول لك الاميودارون استنوا مايباث لكن لو عيان لونج كي تي سندروم ما ينفعش اديله اميودارون يعني ولد مثلا ارستد ولقينا ان هو كونجنتال لونج كي تي ده ينفع ياخد كوردارون عشان الفي تي بتاعته استحاله هنا بقى كونترا اندكيشن اوكي طبعا الادويه الثانيه ايه خلينا نقول دي وخلاص كده للمره الانتي بايوتكس زي طبعا اشاروا من الماكروليدز اللي هم الاريثرومايسين والكلاريثرومايسين كينرونز طبعا السيبروفلوكساسين والليفروكساسين والحاجات الموكسيفلوكساسين الكلام ده الانتي ملاريا اللي هم يعني كلوروكين انتي فانجل زي الكيتوكونازول وحاجه اسمها الفوسكارنيت تقريبا انا مش عارف والانتي استامينكس طبعا اشاروا من الاستيميزول التربنافين الدايفينهايدرامين الحاجات دي من حاجات اعتقد الكلاريتين اللي هو الفين مش بيبرولونج كلاريتين اعتقد لا مش بيبرولونج حاجه كان سالني السؤال ده زي ما تقولوا لا مش بيبرولونج طبعا في الحاجات بقى السايكوتروبكس ميديكيشن الترايسايكليك انتي ديبريسانت طبعا بتبرولونج الكيو تي الاس اس ار اي يعني مش كلام معلومش كلام فظيع انا بالبرونج بدليل ان احنا بندي السبرو بندي اللي هو السبرو مش سبرو اسمه ايه اللي هو السبرالكس بندي السبرالكس عشان مايوباثيك عادي بيقول لك احسن دواء انتي ديبريسانت لعيان مايوباثيك هو السبرالكس اللي هو سيتالوبريم الانتي سايكوتكس طبعا لا بس ما حدش فيديو تراي سايكل انتي بريسنت في الهارت في المايوباثيك بيشنت عشان ليها الفا بلوكينج افكت وليها انتي هيستامينيك لكن تقدر تدي مثلا اس اس اي بالذات السيتالوبريم بس في موضوع ان الاس اي بي برون في كتب تقول لك اه ممكن تعمل برونجيشن كتب ثانيه تقول لك لا الانتي ابليبتكس عليها بعض الكلام برده الانتي سايكوتكس طبعا حاجات بقى القديمه انسوكس الادوريسبريدون ومش عارف ايه والحاجات الاولانزابين مش قوي اللي في الدواء المشهور قوي اللي هو السيريكويل برده من الكيو تي برولونجينج فالحاجات دي بتكون برولونجينج ايجنتس اوكي دي اشهر حاجات يعني البريدي ديبندنت احنا قلناها وقلنا انها بتعمل ايرلي افتر ديبولاريزيشن ديجوكسين توكسيسيتي طبعا قلنا اي حاجه انكريز انترا سيتوبلازميك كالسيوم تعمل ديليد افتر دي قلت كده من ديجوكسين ديليد افتر دي 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 الكاتيكولامينرجيك قلنا يا اما مشكله في الريانودين ريسبتور او كالسيكوسترين خلاصتها ان الولد ده لما بيلعب رياضه الكالسيوم بيزيد بكميه فظيعه جوه الخلايا يعمل لي ديليد افتر ديبولاريزيشن تدخل لي في باي دايركشنال في تي بوليمورفيك في تي ثم في اف في طبعا عارفين الكاتيكولاميرجيك بولمورفيك لو قالك ايه الجولد ستاندرد تيست اللي يشخصها ستريس جي محدش يقول لي اعمل جينيتك تيست احنا في مصر ستريس جي رائع جري العيان تبقى عندك كراش كور جاهزه عندك كل حاجه جاهزه مش مركب كانيولا احنا في التريد ما بنركبش كانيولات لكن ده يركب كانيولا كل حاجه اول ما يدخل لو ده باي دايركشن بي تي او بولمورفيك بي تي ده يشخص ان دي كاتيكولاميرجيك بولمورفيك وطبعا يكون الايكو بتاعه نورمال كل التشانلز دول بيكون نورمال كده مهمه قوي يا جماعه اي عيان له بالبيتيشن بيجي له سينكوب بيجي له ديزنس بيجي له كذا الايكو ده حاجه اساسيه ما حدش يستني يقول لك هعمل له ايكو يا عم ده يونج ايج هو يطلع مايوباثيك يعني لا ممكن يطلع هوكم ممكن يطلع بنت عندها ارزونيك ار في كارديومايوباثي وهي اللي بتخرج يعني انت القصه اختلفت تماما القصه انا هدور على التشانلوباثي القصه فيه ستراكشر هارد ديزيز صريح بيعبر عن نفسه بيقول لك انا بيجي لي في تي عشان عندي ستراكشر هارد ديزيز عم محتاج بقى اعمل اي بي ستادي في تي ستيم الحوار الايديوباثيك زي ما قلنا الموست اللي هي بتطلع نتيجه ديليت افتر ديسيشن وطبعا عارفين الموست كومن اوريجن للبي في سيز هو الار في او تي هي اشهر مكان وهي طبعا الموست سكسسفول ريت اوف الموست سكسس شورت ار بي ولونج ار بي بقى طبعا يعني ام سي كيو للهبل الصبح بيحبوا قوي احنا نحبها واحنا نحبها من موضوع شورت ار بي ولونج ار بي يعني ايه كلمه شورت ار بي يعني الار بي انترفال اصلا في ار انترفال عروستي ما فهمتش يعني المسافه من بدايه الكومبلكس لبدايه البي ويف اقصر من الكومبلكس اقصر سوري يعني من الكومبلكس للبي اللي بعدها اقصر من البي للكومبلكس اللي بعدها يعني بالبلدي كده البي قريبه من الكومبلكس اللي قبليها يسمى شورت ار بي ليها انترفلز مالهاش انترفل غير ان ساعات الشورت ار بي نقول جواهم اقل من 70 فوق ال 70 لكن تعريف الشورت ار بي ار بي اقل من بي ار لونج ار بي لا ده البي اوف جت متاخره فبقت الار بي الار بي اطول انا عملها سوري انا عملتها العكس هي الار بي اطول من البي ار اوكي مين اشهر شورت ار بي تاكي كارديا قلناهم بقى تيبيكال اف ان ار تي سودو ار وسودو اس ده انت البي من كتر ما هي لازقه في الكومبلكس بنفتكرها جزء من الكومبلكس عملوا عليها سودو ار طبعا ايه اللي بيخليهم ان دي ريتروجريد بي
ايه اللي يخليني اقول البي اوف دي ريتروجريد؟ يعني دي جايه من تحت كده نتيجه التوت اكتيفيشن. يبقى الاكسس بتاعها عامل ازاي؟ نيجاتيف في الانفيريور ليدز وبوزيتيف في في 1 والاي في ار ممكن تبقى بوست. عشان كده بيقول لك التيبيكال اي في ار يقول لك سودو ار ان في 1 وسودو اس ان انفيريور ليدز لان انفيريور بالنيجاتيف فانت تفتكرها اس لكن هي مش اس وش قال لك سودو ار سودو اس. الاورثوروميك هتبقى اطول سنه من بتاع التيبيكال بس هي ما زالت شورت. يراك الاتر تاكيكارديا لو معاها فيرست ديجري اي في بلوك ممكن تعمل كده حاجه مش كومن ومش هتشوفها. اللونج ار بي بقى اتيبيكال اي في ان ار تي زي ما قلنا اللي هي بتبقى فاست سلو او سلو سلو اتريال تاكيكارديا. اوكي طبعا اتريال تاكيكارديا منطقي بدل ما الاس نود اللي بتضرب البي فوكس ابنورمال اللي بتضرب كريستا ترمينالس بارمي فين كروناري ساينس هي اللي بتضرب دلوقتي فطبيعي انها هتبقى لدرجه ان ساعات الاتر تاكيكارديا ال1 تو 1 لو على ريت مثلا 130 مره بتلخبطنا مع ايه تفتكرها ساينس انت بتبص على الجي ساينس تاكيكارديا ما لحقتش تبص على البي ويف اكسس يا جماعه ودي على فكره بتبقى تكه ان واحده مثلا بيجي لك في ميل بالشيك من ديسني اورثوبيا تعمل لها ايكو فانكشن امبيرد مايوباثيك بقى وشكل غليف الكارديوماكول اي سي جي ساينس تاكيكارديا ايه ده لو حد بقى مركز يقول لك ايه لا ثانيه واحده البي ويف مقلوبه في الانفيريور ليدز ده طالع نيجاتيف طالع بوست بي ار لا كونش الست دي عندها انتر تاكيكارديا ودخلت في تاكيكارديا يوز كارديو القصه السي دي قصه اختلفت اختلفت تماما من واحده هتاخد انتي فيلير ميديكيشن وانتجع مع بعض في عيادة القلب وتفضل حياتك كلها مايوباثيك لواحده هتدخل تكوي الاتر تاكيكارديا وخلال 6 شهور لسنه هترجع تتحسن تاني. فطبعا شوف الموضوع يفرق ازاي كده احنا للاسف ممكن نقع في الغلطه دي كلنا محدش فينا كبير على ان هو ممكن يشوف اي سي جيات كتير في وسط يوم شغل طويل ساينس تاكيكارديا بس ركز في العينين اللي هم التاكيكارديك بالذات المايوباثيك لا يكون في تاكي اريزميا هي اللي دخلت في تاكي كارديا انديوس كارديا. البي جي ار تي زي ما قلنا بسبب ان الاكسس باسوي بيبقى سلولي كوندكتنج بتتاخر والساينس تاكي كارديا طبعا. اوكي كده خلصنا تاكي اريزم. البرادي اريزم ما فيهاش كلام كتير. اي برادي اريزم هتبقى يا اما ايه يا اما ايه. ايه المشكله في الامبلس فورميشن؟ اللي هي فين الامبلس فورميشن يعني؟ السينود يا اما في الكوندكشن اللي هي الاي في نود والهسبركنج سيستم. طيب ديس اوردر اوف امبلس فورميشن تقصد يعني ساينس نود ديسفانكشن؟ كلهم يتعلموا ساينس نود ديسفانكشن اللي كان زمان عليها ايه؟ سيك ساينس لا تكريده واحده منهم كلهم اسمهم ساينس نود ديسفانكشن او سيك ساينس سندروم. ايه بقى الفورمز بتاعتها؟ ممكن تبقى بوزس. احنا عارفين البوزس امتى بالنسبه لها بتعمل سيجنيفيكانت؟ لو اكتر من 3 سكندز وسيمتوماتيك او اكتر من 6 سكندز اسيمتوماتيك. هتقولي هو ممكن واحد يقعد 6 سكندز وسيمتوماتيك هي المشكله ان بيبقى في الاغلب العام هي داز نوت ريمبر. تمام؟ يعني الناس الاولد ايج اللي عايشين لوحدهم في البيت ممكن يدخل في بوزس. ممكن لما يجي لك العيان بيغمى عليه وبيقع في الارض وبيتخبط وبيجي له هيماتومز وتسال انت بيغمى عليك يقول لك لا انا زي الفل يا دكتور عمره ما حصلت تلاقي عيان اولاده جايبينه عشان مثلا يجي له تشيسبين احيانا وتيجي تساله يقول لك انا زي الفل انا ما اعرفش هم جايبيني ليه هو ده انت مش فاكر فعشان كده لك اكتر من 6 3 سكند سيمتوماتيك او اكتر من 6 سكند طبعا ان ابسنس اوف ريفرسبل كوز يعني العيان ده عشان بياخد كونكور عشان بياخد ايزوبت مش بياخد ديجوكسين. اوكي sinus bradycardia in absence of negative chronotropic medications او sleep او athletic training. يعني في ناس بيعندهم sinus bradycardia هو ده بيشيك من ديزنس زي sinus brady. طب انت بتلعب رياضه؟ لا. طب انت بتاخد ادويه توطي ضربات القلب؟ لا. طب الكلام ده حصل اثناء السليب؟ هيقول لك هو عامل جي اثناء السليب؟ لا انا بتكلم على هولتر. هولتر مثلا ساعات تلاقي كده انا واحده مره كانت زميلتي كده تقول ايه بص يا دكتور يا شيخ الاس جي في الهولتر بتنزل ثلاثينات. طب ده الساعه كام؟ الساعه 4 الفجر. هي بتبقى صاحيه 4 الفجر بتبقى نايمه. طب ما خلاص حضرتك ده فيجر في نوع من اللي هيحصل طبيعي. ما فيش حد هيركب على هولتر تنزل ثلاثينات او ساينس بريديكارديا او سكيب جانكشن حتى وهي نايمه. لازم دايما تكون ان ابسنس اوف ذيس ثري فاكتورز. يعني لو بتحصلها وهي صاحيه وبتبقى سيمتوماتيك عليها دي لو دي سيجنيفيكانت وقد تحتاج بيرمننت بيسنج. تاكي برادي سندروم بقى هو ده فورم منها اللي هو ايه العيان اللي بيدخل في اي اف او فلاتر وتلاقيه بعد كده لما بيختفي الاي اف بينزل ساينس بريدي. ده العيان اللي بتبقى خايف منه قوي انك ايه خايف انك تديله دي سي او خايف تديله كوردرون. ليه؟ لو ديت دي سي العيان تاكي برادي هتلاقيه لما بينزل بينزل برادي داون تو نيو ممكن ينزل برادي اسيست. ده العيان مره واحده ايه ده يا جماعه المونيتور بيز لاين كده ليه المره حصل مره واحده اسيست لي. او انك لو اديت كوردرون نفس الكلام ممكن يحصل. عشان كده العيانين دول لما بتيجي تعمل لهم كارديوفيرجن لازم تبقى لو هتعمل كارديوفيرجن تبقى عارف ان انا لازم ابقى واقف الكراش كار جنبي ما ابقاش واقف لوحدي يكون معايا تمريض يفضل يكون معايا حد تاني لان وارد العيان ده يارست تاكي برادي سندروم. في الاغلب بيوقف فقط. في ناس يقول لك ساعات ايتر تاكي كارديو بس الاغلب واحده من الثلاثه دول يعني في بس في الاغلبيه بيوقف. عشان كده دول العيان الاي اف اللي تيجي تعمل له اي سي جي زي اي اف على ريت 70 ايه ده؟ طب انت بتاخد كونكور؟ لا ايزوبت لا ده شكرا. ايه ده هو الهارت ريت كنترول من غير ما تاخد ميديكيشن؟ طب تلاقيه بقى تقول له ايه؟ طب انا هديك كونكور كور 2.5 الاي اف فكت واحده كانت باروكسيزمال تلاقيه يقول لك يا دكتور دايخ ومش عارف ايه تعمل له اي سي جي تلاقي البلس حاجه 40 ايه ده؟ ده كان اي اف من كام يوم؟
وساعات يبقى رابد اف كمان، ممكن احيانا حتى يبقى رابد اف وتيجي ينزل تلاقيه ريدي الاس نود عنده ضعيفه. يعني مشكلته مش الاي في نود، ساعات مش مشكلته في الاس نود، تلاقيه بينزل يرجع ساينس، يرجع ساينس بريديكت، تلاقيه ياخد كونكور كوره 2.5 وينزل بريدي لما يبقى ساينس ريدي. فالتاكي بريدي سندروم من الحاجات ان لو مفيش ريفرسبل كوز طبعا، يعني انت مش مديله مش بسبب انك مديله ميديكيشن بيبقى انديكيشن فور بيسنج للو سيمبتوماتيك. كرونوتروبيك انكومتنس هو العيان اللي بيبقى عنده نورمال ساينس ريذم بس لما يجي يلعب رياضه او يعمل مجهود يشتغل تلاقي ايه يقول لك بدوخ. بتشخصه ازاي؟ طارق بقى اللي يقول لنا الكلام ده، مش انت اللي قلت لي على بتاع كرونوتروبيك انتكس في التريدميل؟ في السيز جي ان انت بتضطر ان انت مثلا بتجري العيان بتشوف هو وصل لبيك هارت ريت قد ايه، ليها كده معادله مش مهمه قوي علينا دلوقتي، تقول البيك هارت ريت ماينس الريستنج تقسمه على الاكسبكتد، لو اقل من البرسنتج معانا بتقول ده عنده كرونوتروبيك انكومتنس. دي انواع كلها للامبلس فورميشن. طبعا عارفين موضوع ساينس اريست وساينس بلوك، عارفين الحوار ده؟ هي ملهاش لازمه بصراحه قوي، ما بتفرقش معانا في البراكتس، عارفين انتوا، بس الكتب اللي جيت تحب قوي تجيبها يقول لك دي ساينس بوز ولا ساينس اكزيت بلوك، يقول لك اصلها لو هي البوز بيسموها ايه اضعف، يعني بيسموها ايه ضعف او ثلاث اضعاف او اربع اضعاف البي بي انترفال، يبقى هي بس لما جت تخرج ما عرفتش تخرج. لكن لو البوزس مش ماشيه بانها تبقى مثلا مالتيبلز اوف البي بي انترفال تبقى بوز. يقول لك ليه؟ يقول لك اصل هي لو اكزيت بلوك ما انا ممكن اجي ايه اكوي كده بالقسطره واكوي الكبسول الطف كبسول حوالين الاس ان، وتحس ان الكلام ايه تحشيش كده يعني صعب قوي. انا سمعتها مره في كده، يعني كنت سامع مره يقول لي تعرف فرقها ازاي، فقلت له طب هي هتفرق في ايه؟ ما في الحالتين لو ده ما عندوش ريفرسبل فاكتور هيبقى فور بيسنج. فرقت ايه اكزيت بلوك؟ لا اصل اكزيت بلوك ممكن ندخل نكوي حوالين الاس ان. عايز اقول يعني حضرتك امتى طب كويت اس اي نود كويت الكبسول والعيان الحمد لله بوز فكت؟ صعب قوي يعني. انا بروبل سنس سايكارد انا شفتها مره في الكيو، شفتها سكسسفول مره، وانا كانت حاجه صراحه يعني ان اكسبكتد يعني. ودكتور سما دي الله يرحمه حكى لنا مره ان هو مره كوى بنت ان بروبل سنس بس نسيت سكيب جانكشن، ركب لها بيرنام بسميكر، بس هو قال لها كده، قال لها انا لو كويتك احتمال تحتاجي بسميكر، قالت له قالت له انا تعبانه ومش قادره، انا بسميكر عندي ارحم، لكن انا اكوي الكبسول اللي حواليها عشان الاكز بلوك يختفي والاسم ترجع تشتغل براحتها، ده كلام حتى ثيوريتيكال شويه، جايز يبقى في حد عملها قبل كده بس انا ما شفتها. امبلس كوندكشن بقى شغلنا طول النهار في الاستقبال بقى، يا اي في نود يا اي سبركنج سيستم. فيرست ديجري اكيد مش عارف اشرحكم بقى الفرق بين الفيرست ديجري والسكند ديجري والثيرد ديجري. احنا كارديولوجيست كلنا انتوا عارفين فيرست ديجري سكند ديجري تايب موبس تايب 1 تايب 2، الثيرد ديجري اللي هو كومبليت ابيديشن، طبعا عارفين ان 2 تو 1 تحتمل تبقى موبس تايب 1 وتحتمل تبقى موبس تايب 2. ممكن كده انواع الهيسبركنج ديزيز، ليفت باند برانش بلوك، رايت باند برانش بلوك، انتر فنتريكولار كوندكشن ديلي، باي فاسيكرا او تراي فاسيكرا. اقول بس حاجه صغيره، هو ممكن يكون عين عنده ليفت باندل كده ايديوباثيك والايكو بتاعه نورمال. العينين دول بنعمل لهم ايه؟ كل 6 شهور او كل سنه بس بتقول له فولو اب الاي سي جي وفولو اب الايكو، لان الليفت باندل لوحده ممكن يدخله في مايوباثي بسبب السنجر. اللي عندهم رايت باندل زمان كانت قالك ايه نورمال فاريانت. بعض الناس كمان برده دكتور اسامه دياب هو كان علمها الراجل ده بصراحه، كان يقول لك ايه لا الرايت باندل ده كل سنه اعمل له اي سي جي، لان ممكن السنه دي رايت باندل السنه الجايه تلاقيه بدا يبقى باي فاسيكرا بلوك، لان ده بيبقى بيسموها ايه بروجريسيف كارديا كوندكشن ديفيكت سيندروم كده اللي هو الليف ديزيز، لو اسمها حاجه اسمها الليف ديزيز. يقول لك ده هيديجنريت بعد كده باي فاسيك، بعد فتره هيبقى تراي فاسيكلا، بعد فتره هيجي له كومبليت هارت بلوك في الاستقبال. فكان يقول لك الرايت باندل للناس الكبار في السن بالذات كل سنه اعمل لهم اس جي جديد ريستنج جي بس، قول بس اعمل رسم قلب وبعته له، كان يقول لي كده دايما كنت متعلمتها منه. ايه الفرق بين الليفت باندل والانترا فنتريكولار كوندكشن بليف الاس جي؟ ايه اللي خليته دي ليفت باندل او دي انترا فنتريكولار كوندكشن بليف؟ كورس لو مفيش انيشال كيو في 1 اي في ال دي ليفت باندل، لان الانيشال كيو اللي في 1 اي في ال بتبقى عباره عن ايه 6 دي بولاريزيشن ماشي فروم ليفت تو رايت، بالك بقى لو مفيش ليفت تو رايت دي هيبقى خلاص ماشي فروم رايت تو ليفت مفيش انيشال كيو. فلو لقيت كومبلكس واسعه قوي بس 1 اي في ال فيهم انيشال كيو، لا ده مش ليفت باندل ده انتر فنتريكولار كوندكشن ديلي. بتفرق معانا في البراكتس؟ تفرق عشان السي ار تي اللي هنتكلم عنه بعد شويه. اوكي الباي فاسيكلر طبعا احنا عارفينها اللي هي تبقى رايت باندل مع انتيرو هيمي بلوك او بوستيرو هيمي بلوك. الانتيرو هيمي بلوك بيبقى ليفت اكسس ديفيشن، البوستيرو هيمي بلوك بيبقى رايت اكسس. لو جالك اس جي وقال لك كومنت، هو طبعا في الامتحان الموديول ساعات يجيب لك اس جي كده ويقول لك يديك تشويس كده ايه التشخيص الاس جي ده ويديك تشويس. التراي فاسيكلر من الحاجات اللي عليها دايليما فظيع في الديفينيشن. احنا الديفينيشن كلنا اتعلمناها احنا نواب ايه؟ رايت باندل مع بوستيرور انتيرو هيمي بلوك مع فيرست ديجري. بعد كده تقول لك لا تراي فاسيكلر يعني الثلاثه فاسكلز اتضرب، طب ما ثلاثه دول يبقى ده كومبليت هارت بلوك. يقول لك لا ما هو مش شرط يكون الثلاثه ضربوا 100% يعني هما لسه بيشتغلوا ماشي. فتلاقي اوقات يبقى مديك المنظر بتاع كومبليت هارت بلوك اوقات يبقى 1 تو 1 كوندكشن. طب انا هشخصه ازاي في الاخر يعني؟ يقول لك لا هو ساعات يبقى رايت باندل
ماشي مع anterior hemi block والترنيتنج ساعات مع posterior hemi block. فانت تقول ان هو ممكن يبقى trifascicular. صراحة يعني انا قريته كتير جدا, ويعني انا فاكر الدايلما دي مثلا من ايام ما كنت انا نايب سينيور, بركه كان نايب جونيور, كنا قاعد نتناقش فيها انا وهو اللي هو ايه trifascicular definition, وانا اجيب له reference بيقول لا فيرز دي هو يجيب ريفرنس لا 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 مالهاش دعوه بالفيرز دي بلوك, الاي في نوت اصلا مالهاش دعوه بالفاسكت, ايه علاقه الاي في نوت بالفاسكت؟ في ناس تقول لك لا اصل الفيرز دي مش عشان الاي في نوت, عشان السيرد ريميننج فاسكل بقت بطيئه فبتعمل لك فيرز دي. خلاص الدايلما دي تفرق في حاجه؟ خلاص الباي امتى بنعمل له بيسنج؟ اول حاجه تقيس الاتش بي بذمتك, هو انت عشان بتحضر في بالك شهر في الليست اللي دي هتقول لي بقيس الاتش بي هتعيش بالدور. اول حاجه ايه ده يعني لازم يكون سيمتوماتيك, مش هجيب عين باي فاسيكل اوك اسيمتوماتيك واقول له يلا بقى هنركب بيس ميكر ولا لا, ما هو اسيمتوماتيك حضرتك انت اكتشفته بالصدفه, لكن هنقول ان هو سيمتوماتيك. اول حاجه اعمل له هولتر, هولتر او حاجه اس جي مونيتورنج يكون على قد الفتره بتاعه السنكوب. اوكي الاس جي مونيتورنج ده باين لي ان بيدخل في انترميتنت موبس تايب 2 او انترميتنت ثيرد ديجري كلاس 1 ان يركب بيرمانت بيس ميكر. الحاجه الثانيه طب مش قادر اعمل سيمتوم جي كورليشن, اعمل بقى الحركه دي اللي هي ايه, قول يا حسني اتش في انتر ايه الاتش في انترفال بول اي بي ستادي النورمال يكون من 35 55, لو عدى ال 70 يركب بيس ميكر. اخر حاجه لو لا ده موجود ولا ده موجود كلاس 2 بي انك تركبه لو انت ما عندكش تفسير للسينكوب غير ان هو عنده باي باس. حتى تلاقي جايد لاينز السينكوب اللي هي في 2018 ما قالوش كلمه ترايفاسيكل, كل كلامهم باي فاسيكل عشان ترايفاسيكل من الحاجات اللي فيها دايلينج, عشان بس ما حدش بعد ما يروح يدخل على الجروب يقول لك ايه هو ترايفاسيكل دوت ايه الديفينيشن بتاعه, كبروا منكم هتلاقوا كذا ديفينيشن, والبرجر كاتب ديفينيشن, هتلاقي كتب مواقع اي سي جي ثانيه على النت كاتب ديفينيشن بتاعه. الاهم الباي فاسيكل نحفظ امتى بالبيس, مهم قوي في الامتحان امتى انديكيشنز بيسنج باي فاسيكل بلوك اكوردنج تو جايد لاينز السينكوب اللي هي 2018 يدخل في انترميتنت موبس تايب 2 او سيمتوماتيك في البدايه, بس مش سيمتوماتيك بس, عملت اي سي جي مونيتورنج هولتر لوب ريكوردر ايا كان ايه نوع المونيتورنج اللي عملته, طبعا في انواع كتيره منها, لقيته بيدخل في انترميتنت موبس تايب 2 او ثيرد جري ايفي بلوك خلصت ده كلاس 1 يركب بيرمنت بيس ميكر. سيمتوماتيك ودخلت له بالاي بي ستادي اس ال اتش في انترفال لقيت اكتر من 70 ملي سكند ده كومبليتلي اب نورمال, يبقى هو فعلا عنده مشكله يدخل يركب بيس ميكر. اخر حاجه ان اكسبلين سينكوب وانت مش قادر تدوكيمنت البلوكس ومش قادر تدوكيمنت ان الاتش بي ان الاتش بي بتاعتك ما كانتش اكتر من 70 بلس 2 بي انك تركبه على اساس انك مش لاقي تفسير تاني, وده اهميه الهيستوري انك تاخد اسم ما تبقاش اسم ماشي مع بازو بيجا سنكوب, ما تبقاش راجل كبير في السن عنده حاجه 70 سنه وكل السنكوب مثلا ميكشوريشن سنكوب او كوف سنكوب, ده ركب له بيس ميكر ليه مش هيستفيد, هيجي له برده السنكوب زي ما هو. اهميه دي اهميه ان الهيستوري اسال بتجي لك السنكوب امتى يا بابا, طب بتجي لك لما كنت بتعمل ايه, طب لما بتجي لك ليه علاقه بالوقوف, طب بتجي لك وانت قاعد, طب بتجي لك يعني حاجات مهمه, يعني لك مثلا واحد بيجي له سنكوب وهو قاعد لا انا ماشي في سيكل براكيا ريزميا, لكن لو سكوب بتجيله دايما لما يقف ما تجيلوش ابدا وهو قاعد, صعب قوي يكون البايفا سيكر اللي عاملاها, ما بتجيلوش السينكوب غير لو بيعمل ميكتوريشن في ستاندنج بوزيشن بالذات بروستاتيك هايبربليزيا. لا دي قصه ميكتوريشن سينكوب مختلفه تماما. اوكي فدي ملخص البراكيا ريزميا. اوكي ده اللي احنا محتاجين نعرفه عنهم, واحنا قلنا سريعا موضوع الانديكيشنز والبيسنج. طبعا احنا عارفين بالمناسبه عشان نبقى قفلنا حته البراكيا ريزميا ايه الانديكيشنز والبيسنج بصفه عامه في البراكيا ريزميا. احنا قلنا البايفا سيكر خلاص عرفنا البايفا سيكر ده بيبيس ان. طيب الساينس نود ديسفانكشن اولا يكون سيمتوماتيك طبعا, يعني ما تجيبش عيان سيمتوماتيك الا في حالات قليله زي مثلا البوسس اللي اكتر من 6 ثواني خلاص خلصت. لكن هل شرط اعمل سيمتوم اس جي كورليشن, يعني لازم اثبت ان وقت البراديكارديا دي كان عنده سينكوب؟ لو في سيمتوم اس جي كورليشن ده كلاس 1, لو ما فيش بتنزل كلاس 2 ايه على ما اتذكر من الجايد لاينز. لكن وجود سيمتوماتيك ساينس نود ديسفانكشن حتى لو مش قادر تعمل كورليشن يعمل كورليشن, يعني لما تعمل الهولتر العيان يقول لك الساعه 8 بالليل يا دكتور دوست البطن عشان جالي السيمتوم, وانت بصيت في وقت البطن لقيت ايه مدرسين مسامعين عارفين الكلام ده بيشغل الهولتر واللي حضروا فيكم الهولتر وقت ده كان دخل في الوقت ده اللي هو قال انا جالي سينكوب فيه كان ثيرد ديجري او مثلا كان ساينس بوز خلص ده كده ده اسمه سيمتوم جي كورليشن. لكن قال لك انا جات لي الدوخه الساعه 7 الصبح, طب الساعه 7 الصبح كان ايه الاخبار كان زي الفل بس جاله بلوكس في وقت ثاني دايما بيدوس في اوقات غريبه انا عمري ما شفت السيمتوم اكثر من ده وقت البدايه يا رزق ساعتها يقول لك مفيش سيمتوم جي كورليشن بس انا عندي دوكيومنتد ساينس نود ديسفانكشن ينتظر تراك. وطبعا لازم يكون ايه يا جماعه كلاس لازم ان ابسنس اوف ريفرسبل كوز, ما ينفعش عندي كيلو ساينس كوز عشان انت مفتري عليه في الكونكور وتقول لي هتعمل له بيرنال بيس ميكر ومفيش حاجه بالمناسبه اسمها ان انا هركب بيس ميكر عشان اعرف احط ادويه براحتي. الكلام ده كان زمان بيتقال وانا نايم انتهى, اصل هو عايز مايوباثيك وعايزين نديله كونكور فنركب له بيرمننت بيس ميكر عشان نديله كونكور براحتنا عشان ليه مورتاليتي بنفيت. ده كلام كان زمان بيتقال بس كلام قديم ما بقاش بيتعمل, ما فيش حاجه اسمها انديكيشن تو انتروديوس ميديكيشنز. اوكي
الاي في نودال الكومبليت الاي في نودال ديز اللي هو موبس تايب 2 ثيرد ديجري حتى لو اسيمتوماتيك بتركب بيرمننت بيس ميكر ماشي وود سيمتوم ساوند كلاس 1 بس حتى الاسيمتوماتيك كومبليت هارت بلوك يعني واحد كومبليت هارت بلوك بتشرب بالصدفه انت بتشيك من حاجه يا بابا انا زي الفل ثيرد ديجري لا ده بيركب اه في الوتر كتير بس ما يبقاش عامل سيمتوم باطن بس ده يركب ثيرد ديجري بالذات لا لكن مثلا فيرست ديجري عادي وانكي باك مفيش مشكله موبس تايب 2 مثلا لا موبس تايب 3 ديجري حتى لو اسيمتوماتيك بيركب وطبعا ما ننساش اهم انديكيشن في انديكيشن مهم قوي لو عيان بيقلب ليفت باندل ورايت باندل ده بيرمننت بيس ميكر عارفين المعلومه دي العيان اللي مره تعمل جي ليفت باندل نيجي جي تاني رايت باندل وده نفس العيان يا جماعه ولا ده جي مختلف لا ده نفس العيان لا ده يركب بيرمننت اللي ده كده الراجل ده هيجي لك مرحله بايه كومبليت هارت اوكي ناخد نفسنا كده طيب نكمل بس المحاضره دي وناخد يعني هو بص المفروض ان احنا هنتكلم عن بيس ميكر زي في ستادي نخلصهم وناخد بريك بعدين عشان نبتدي بعد كده في الحاجات الاي اف ولا عايزين تاخدوا بريك دلوقتي ناخد بريك على عصلات العصر طب على عصلات العصر ناخد بريك اوكي عشان صار بيس ميكرز انا مش هخوض فيهم جامد طيب بيس ميكرز ايه انواع البيس ميكرز اللي تعرفوهم هتقولي according to what according single ولا دول ولا ستريبل بقى للسي ار تي والكلام ده كله اقولك according to indications بريدي بيس ميكرز يعني انت مركب له بيس ميكر عشان عنده بريدي اديسون اللي هو الاكثر شيوعا من البيس ميكر سنجل شيمبر و دوال شيمبر اي سي دي اختصار ايه اي سي دي ايوه والله العظيم كنت اسمع رد ده عادي امبلانتبل كارديفيرتيكال مش انترا كارديك ديفيبريليتور انا فضلت سنه من يابتي وانا جونيور فاهم ان الاي سي دي اختصار انترا كارديك ديفيبريليتور ماشي مش امبلانتبل كارديفيرتيكال ديفيبريليتور عارف الاختصار ده اكتشفت ان انت كنت بتقولها غلط انا حصلت معايا لمده سنه لغايه ايه ده هو اختصار امبلانتبل ما كنتش اعرف لان هو الكارديو فيرجن يعني بتدي الدي سي سينكرونايز الديفيبريليشن يعني بتدي الدي سي اسينكرونايز فعشان كده لازم اقول كارديو فيرتر ديفيبريليتور وطبعا النوع المعروف الباي فينتريكولار بيس ميكر اللي هو سي ار تي كاردياك سينكرونايز ديفايس طبعا الام اي سي دي ممكن يبقى سنجل شيمبر ممكن يبقى دوال شيمبر الباي فينتريكولار بيس ميكر يا سي ار تي بي اللي هو بيسنج فقط يا اما سي ار تي دي اللي انت حاطط فيه ديفيبريليشن طبعا البيس ميكرز اكوردنج تو ذا سايت اوف بيسنج يا اما اندوكارديال اللي احنا بنعملها اللي انت بتدخل اكسس من الكفالي من السوليد من السبليفيان فين طبعا احنا الاكسس الكفالي فين ده اللي احنا بنعمله في مصر لكن بس مين احسن اكسس للفين للبيس ميكرز كفالي فين او الاكسيلري ليه المفروض هم احسن من السبليفيان يعني بره في الميتري يقول لك ما بيعملوش خالص سبليف يقول لك عشان السبليفيان الريسك اوف ليد فراكشر عالي قوي فيه فما يحبوش يدخلوا سبليف وريسك فيه وسوركس والكلام ده يعملوا البوكيت الاول ويعمل فينس كات داون الاكسيلري فين او الكيفاليك فين ويدخل عليه احنا بنعمل لا البنكشر الاول السبليفيان كمان بركب سنترال لاين وبعدين اعمل البوكيت وادخل فعشان بس ما تبقاش عارف تبقى عارف ايه الاكسس اللي ممكن اعملها انا ممكن اعمل سبليفيان اكسيلري كيفاليك صراحه مين الاحسن اكسيلري كيفاليك عشان بس انا بصراحه بس وطبعا ده جولد ستاندرد اندوكارديال تقولي هو في حاجه اسمها ايبيكارديال بيس ميكر اقول لك اه هو انت لو طفل بيعمل في اس دي ريبير مثلا جراحه عنده سنتين وجاله كونجنتال هارت بلوك عنده كونجنتال هارت بلوك او جاله هارت بلوك في العمليه ما انت ساعات وانت بتقفل بي اس دي بتروح لطش الاي في نودز جراح بيطش بينه وفضل 7 ايام الطفل ده على التمبري بيس ميكر هتركب له البيس ميكر ازاي هتقول له طفل زنطوط قد كده هو تقول له هنعمل سبليفيان بنحط له بطاريه هنا سبكوتينيوس هو جسمه قد ايه اصلا عشان تركبه بيركبوها له ازاي ايبيكارد تلاقي بيحط البطاريه انترا سوراسك او في الابدومن ساعات ومتوصل السلك ايبيكارد يعني ايبيكارديال يعني السلك بيبس من الايبيكارديال سيرفيس مش اندوكارديال احنا لو نحط ترانزيانت واير هو بيبس من الاندوكارديوم ولا الايبيكارديال التمبري بيس انت بتركبوه اندوكارديال البيرنال بيس ميكر اندوكارديال انت حاطط جوه الشيمبر لكن السيرجيكال امبلانت بتبقى ايبيكارد طبعا زمان او لما كانوا بيعملوا بيس ميكر زمان في بدايه الايرا مثلا في الستينات والسبعينات كان كل البيس ميكرز ايبيكارديال عشان كده كان مين اللي بيركب بيس ميكر جراحين بعد كده بدات الفكره ان يبقى في بيركوتينيوس فعشان كده بقى في فكره ان احنا ايه بتوع الكارديولوجي هم اللي يركبوا مش لازم جراح ولا كده لكن زمان بيس ميكر حتى الاي سي دي كان ايبيكارديال باتش كده بتحطها هنا باتش هنا وباتش هنا باتش بقى مش ليدز انت عايز بقى باتش كانك زي بالظبط الباتشز كده عارفين بتاعه الاسعاف لما يحطوا الزاويه لازقه هنا ولازقه هنا ويدفعوا منها العيان حاجه شبه كده بالظبط باتش بره وباتش هنا ويبقى الجهاز موجود مثلا في بطن العيان او في الانترا سوراسيك كافيتي ويديتكت ويترمينيت عن طريق الباتشز فالايبيكارديال استخدامها انحصر في مين في الاطفال اطفال بالذات الاطفال الكونجنتال هارت ديزيز مش هحط البيس ميكرز قوي لان البيس ميكرز طبعا ايه من الحاجات اللي ايه لو دخلنا في تفاصيل بيس ميكرز بس احنا فاهمين على الاقل فكره ايه سنجل شيمبر دول شيمبر طبعا لو قلت لك بس حاجه لو قلت لك ايه الفرق بين كلمه دول شيمبر بيس ميكر وايه الفرق بين كلمه دي 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 ايه الفرق هات الاولاني هي اكيد مش هي طالما انا سالت يبقى مش هي دي ممكن يبقى اي سي
ممكن ماشي، بس مش قصدي على كده. خلينا نقول لا بيس ميكر فور بيس مش اي سي دي. الدول شيمبر ده شكل تركيب البيس ميكر نفسه، ان هو عباره عن جهاز بسلكتين. الدي دي دي المود اللي بيشتغل بيه، اللي هو مود تراكينج وانهبيشن، ان هو بيتراك الاترم ويبيس الفنتريكل، ولا مود انه يبيس بس. يعني ممكن يبقى دول شيمبر بيس ميكر بس انت هتظبطه على في في ار، انه يبيس الفنتريكل بس والاترم ريد ده واقف بيتفرج، او تظبطه على دي دي اي. انا مش عايز اعمل تراكينج. لو احنا ليه نعمل كده؟ في حاجه اسمها دول شيمبر بيس ميكر اعمله على في في اي مود، يقول لك اه هو دخل في اف فمش مستفيد. او ودي بتحصل كتير بقى، عيان كومبليت هارت بلوك، دي بتحصل مثلا عيان كومبليت هارت بلوك وركبته وبقاله مثلا فتره طويله، انه مثلا عارف انت يقول لك ايه راجل جاي بالصدفه كده عشان ضغطه عالي، تكتشف ان عنده كومبليت هارت بلوك، هو ده المتعلق عليه الضغط، هو بقاله فتره ماشي تركب له دول شيمبر بيس ميكر. لا احنا عايزين نظبطه، الفي في اي مش فيسيولوجيكال، عايزين نركب حاجه الريت بيسرع وبيبطئ طبيعي. تركب له دول شيمبر بيس ميكر تلاقي العيان جالك بعد كده مثلا في نفس اليوم داخل بارمو ايزيما او داخل ام اي. ليه؟ الفنتريكل ريت كان على ثلاثينات او اربعينات والراجل كان ملصم نفسه بيه، الليت ريت على ريت 90 او 100. تخيل الريت اللي 50 40 ده في يوم وليله بقى 100، ما انت بتراك الاترم تلاقي العيان نفس يا دكتور قبطه ان في عين. يعني حكت مره دكتور قالت لك عيان دخل في ستيمي، ركبت البيس ميكر وراح بيقول لك العيان بعد كده كان هو دخل في ستيليشن. ايه ده تاكيكارديا؟ يعني هو كان نون اسكيميك اصلا من الاول، دخل في تاكيكارديا قبطه ام اي. الدكتور نرفت حكت عليها مره دخل عيان بامو دي بقى اون تيبل، درجه ان في عين مره كانت تقول لك حد مصاب حاجه يقول لك راح له قال له دكتور ابوس ايدك رجع لي الجهاز الاحادي، كان مركب في في اي عملوا ابجريدنج دول شيمبر، قال لك انا من ساعه ما ركبت الثنائي وانا حياتي بايظه. المفروض العكس لحضرتك، ده انا ركبت لك حاجه فيسيولوجيكال الدي في اي ده بيبقى فيكسد ريت، لا انا عايز الدول شيمبر. يقول لك ساعتها اطفي التراكنج لفتره مؤقته وظبط الفي في اي مثلا على ريت 70، بعد شهر 80، زود 90 لغايه ما تقدر تشغل التراكنج. انت كانك بتعمل له كونديشننج عشان يتعود على الهارت ريت العالي. فالدي دي دي هو مود اوف بيس، لكن الدول شيمبر هو شكل البيس ميكر وتركيب البيس ميكر سلكتين. عشان بس ما حد يقول لك ايه دي 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 امبلانتيشن، الكلمه دي مش صح. لو انت بتكتب مثلا في تقارير بره او بره في السابقين دكتور ما حدش اسمها، مفيش حاجه اسمها امبلانتيشن دي دي دي، امبلانتيشن دول شيمبر بيس ميكر. الدي دي ده المود، ممكن حتى السي ار تي يبقى شغال مود دي دي دي، فدي دي دي ده اسم المود، المود نفسه حاجه فيسيولوجيكال يعني في الفانكشن. عشان ما نطولش في البيس ميكر خلينا ندخل في خلاصه الايه السي ار تي. طبعا احنا كلنا فاهمين فكره السي ار تي، مش محتاجين نقعد نتكلم في الديسينكري انواع الديسينكري، عارفين ان هو انتر فنتريكولار ديسينكري، الليفت فنتريكل في الاغلب هو اللي ديليت على الرايت فنتريكل، فده بيعمل مايوباثي. فانا بحط سلكه في الرايت فنتريكل وسلكه في الليفت فنتريكل كوروناري ساينس. نيجي سؤال ام سي كيو، ايه الموست كومن برانش من كوروناري ساينس اللي بنحط فيه سي اس ليد؟ بوستر ولاترال برانش. بوستر ولاترال برانش هو الموست كومن برانش من الكورونا. ده سؤال ام سي كيو وكان اعتقد جالكوا برضه في الدور بتاعكم. كورونا بوستر ولاترال برانش، بحط سلكه في الار في، سلكه في الكورونا ساينس عشان بيس الام في. ليه ما تحطش سلكه جوه الام في نفسه؟ هو انا عشان احط سلكه في الام في عندي ايه؟ ما عندكش حل من اثنين، تدخل من الارتري او من السبكليفيا بقى ارتري مثلا، افضل حاطط ارتريا بانكشر طول حياته مفيش حاجه مش منطقيه، او انك تفضل عامل عندك ترانسبتال بانكشر تعمله بي اف او طول حياته، ان هو اللي عنده لو جاله دي بي تي بس هيجيله ستروك وش ان شاء الله، مفيش حاجه اسمها كده. فبتبيس ابيكارديال، يعني انت بتبيس ال في ابيكارديا والار في اندوكارد، وتحط طبعا سلكه في الاتريا عشان تراكينج. ايه هدف الاتريا دي؟ عشان تتراك زي الاتريا. اوكي طيب هنبايباس الكلام ده كله، ده منظر طبعا السي ار تي عشان لو جاب لك اكس ري في الامتحان اهو، اتريا ليد ار في ليد ال في ليد. لو سالتكم سؤال ده سي ار تي، عشان برضو انا ما اعرفش ان ده ممكن يجي في الامتحان ولا لا، ده نوع الجهاز ده سي ار تي بي ولا سي ار تي دي؟ تتوقع دي ليه دي؟ الكويل. شايفين الكويل هنا؟ احنا عندنا هنا تو كويل، في كويل في عند الايبكس وكويل في الاس بي سي. شايفين ده؟ هقول لك حاجه، شايفين الليد رفيع ازاي؟ رفيع 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 رفيع، جه هنا تخن كانك دهنته تباشير كده، عارف كانك جبت تباشيره كده، تباشيره كده عملته هنا، وبعدين هنا الليد رفيع 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 رفيع، الليد الار في انا بقول له عليه الار في رفيع، وهنا تخن. التخن ده الكويل، الكويل ده هو اللي بيتشارج او بيستور الانرجي اللي نيدد تو ديليفر ا شوك عشان اعمل بيها كارديوكشن. اوكي فده كويل، وجود كويل معنى كده ده ديفيبريليتور، يبقى ده مش سي ار تي بي. لو سي ار تي دي هتلاقي الليد الار في كده سموث ونازل صغير كده ما فيهوش مشكله. اوكي عشان بس لو جالك اكس راي قال لك وات از ذا تايب اوف ذيس بيس ميكر، سنجل شيمبر ولا دول شيمبر ولا سي ار تي دي ولا اي سي دي عادي مثلا دول شيمبر ولا. اوكي تعالوا بس عشان ايه نبقى اسمنا رجعنا للجايد لاينز. طبعا احنا الجايد لاينز بتاعت السي ار تي مستمده من اني جايد لاينز 2016 هارت فيلير، دي اخر حاجه اتكلمت عن انديكيشن سي ار تي. عارفين ان الانديكيشن بتاعت السي ار تي تحبوا نقولها من غير ما نبص على الصوره؟ مين يقولها؟
عيان سيمتوماتيك هارت فيلير ريديوسد ولا بريزرفد؟ حتى الان الكلام عن ريديوسد ما اتعملش ترايلز انف على بريزرفد عشان نركب سي ار تي لاين بريزرفد. ها يعني ريفراكتوري تو اوبتمايز او ماكس ميديكال تريتمنت سيمتوماتيك حددوا نيها ولا ما حددوش نيها؟ كان زمان يقول لك نيها كلاس 2 3 اور امبلياتري 4 دلوقتي بيقول لك سيمتوماتيك وخلاص. مجرد ان عنده سيمتوماتيك بيشتكي رغم الاوبتمايز ميديكال تريتمنت خلاص ديت مان. ها لو لفت باندل يبقى كلاس 1 كلاس 1. طب لو لفت باندل واكتر من 130 كلاس 1 برضه بس كلاس 1 ليفل اوف ايفيدنس بيقل شويه بس كلاس 1 يعني اللفت باندل فوق 130 مش 120 زي زمان في جايد لاينز ال 2000 البيسنج كارديك بيس ميكرز اعتقد كان يقول لك 120 لا 130 دلوقتي خلاص بقت 130 اهي. ده 2016 سي ار تيز ريكومندد فور سيمتوماتيك بيشنت ما قالش لا نيها ولا مش نيها سيمتوماتيك وخلاص. ان ساينس ريذم QRS يوري هنيجي للـ AF بعد شوية more than or equal 150 and left bundle مش intraventricular conduction day مثلا morphology ejection fraction أقل من 35 despite optimized medical treatment in order to improve symptoms reduce morbidity and mortality. لو 130 لأقل 150 هو مازال في أصلا فالليفت bundle عنده 130 يحق لي لو الشروط دي انطبقت أركب CRT. ممكن يقول لك السؤال مثلا all of the following are fit for which of the following patient is a candidate for CRT implant ويحط لك سيناريوهات عشان تجيب منها السيناريو بتاع ده. يحط لك مثلا بريزيرف ريجكشن فراكشن ما ينفعش حضرتك نون ليفت باندل مثلا بس 130 او 140 ده كلاس 2 بي ده نيو ماشي. عيان مثلا سيمتوماتيك بس قال لك ده كان ميديكيشنز بتاعته مش اوبتيمايز هارت ريت 90 وماشي على كونكور 2.5 مثلا ما تزود له كونكور زود له بروكرولين ده مش اوبتيمايز. عيان مثلا على اي بي سبورت في الرعايه مش عارفين نفسهم على السبورتات ده يركب سي ار تي ولا ده ما تقربلوش حضرتك ده يا اما الفا سي ديفايس يا يتحط على الويتنج ليست ترانسبلانتيشن ده ما يركبش ويجيب لك في النص عين زي ده. ده سؤال حلو جدا انا عايز يقول لك انت في شغلك في الريكوستات مين العين اللي تقول ده كانديديت فور سي ار تي ده سؤال صراحه كلينيكال ابلاي عشان برجع لكم الانديشن بتاع سي ار تي اما ايه هو ده الايه سيمتوماتيك ديسبايت اوف ماسمينكال تريتمنت ساينس ريذم كومبلكس اكتر من 130 او اكتر بلس 1 طبعا ليفت باندل ايجكشن فراكشن اقل من 35 اما لو نان ليفت باندل فوق ال 150 كلاس 2 من 130 ل 150 هو قال لك نون ليفت باندل يعني ده يشمل الرايت باندل والانترا فينتريكولار كوندكشن ديلي اوكي لكن ليفت باندل لان ليفت باندل هو ده اكتر واحد يستفيد هو ده اللي موصوف فيه الدسينكري واحنا عرفنا من فرقه ازاي عرفت ليه بقول لكم دايما ازاي تفرق ليفت باندل انتر فينتريكولار كوندكشن ديلي لو في انيشال كيو كان دكتور عمر عواد دايما يقولها يقول لك ذا فيرست ساين اوف ليفت باندل از ديسابيرنس اوف انيشال كيو ان واحد ان اي في ال اوكي يبقى دي كرايتيريا لو اقل من 130 طبعا لان زمان كان في حاجه اسمها ايه ما اعرفش انتوا حضرتوا الفتره دي ولا انا مثلا انا كان في كده كومن براكتس ان يقول لك ايه عيان مايوباتيك بس الكومبلكس بتاعته 110 120 انتوا حضرتوا الكلام ده يا ها يقول لك ايه طب نعمل له تيشو دوبلر لو تلعب بالتيشو دوبلر عنده ديسينكروني نركب له سي ار تي حتى لو الكومبلكس بتاعته بوردر لاين كده لو طلع ما عندوش مكتوب طبعا الكلام ده كلاس 3 من ايام 2013 جايد لاينز الكاردياك بيسنج لغت الكلام ده مفيش اي ايفيدنس ان الايكو يخليك تسلك كل بقى الكلام ده تيشو دوبلر هنعمل سبيكل تراكينج هعمل بالدوبلر اشوف المسافه بين الال في ديبولاريزيشن اشوف السيجنال بتاعه الاورطا عند الال في والسيجنال بتاعه مفيش الكلام ده كله فمفيش حاجه اسمها تيشو دوبلر يقول لك انا سالت السؤال ده في الماستر في 2013 طب التيشو دوبلر قلت له لا حضرتك مش انديكيتد بقى انبسطوا قوي ساعتها ان لا التيشو دوبلر فعلا بقى خلاص بقى الجايد لاينز قال لك ملوش رول التيشو دوبلر في السلكشن اوكي طب افرض سي ار تي بس اي اف لا 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 انت قصدك على حاجه ثانيه لازم هنيجي للحين قصدك عليها فهمت قصدك عليها لا هو العين ده هارت فيل سيمتوماتيك وريفراكتري والكومبلكس وايد وينطبق عليه شو بس اي اف ركب ولا ما ركبش بص هو قال لك ايه بقى هنا هو حط لك شروط ماشي ممكن نركب له قال لك سي ار تي شود بي كونسيدر فور بيشنت ويز اجكشن فراكشن اقل من 35 نيها كلاس 3 تو 4 هنا بقى لك هنا هو زود حط عامل لك كلاسيفيكيشن قال لك نيها كلاس يعني عايز لك سيمتوماتيك قوي ديسبايت اوف ماسيكال تريتمنت تو امبروف سيمتومز اند ريدوس موربيديتي اف دي ار ان اي اف والكيو ار اس عدت ال 130 بروفايدد ا ستراتيجي تو انشور باي فينتريكولار كابتشر از ان بليس اور ذا بيشنت از اكسبكتد تو ريتن سينسز. ايه الجمله دي يعني عايز يقول لك فاكره العيان اللي هو انتوا احنا كنا نواب كان في عيان اللي هو كان شاب صغير عنده ليت كارنيوس وركب سي ار تي ومن رغم ركب السي ار تي وهو رابط اي اف فبركب السي ار تي زي قلته الهارت ريت بتاعه 120 130 يقول لك ما ينفعش اركب سي ار تي وانت بقى فرحان ان الراجل ده ينطبق عليه كل الكرايتيريا بتاعت السي ار تي امبلانتيشن بس من ساعه ما ركبته والهارت ريت مش عايز ينزل على 120 عشان هو رابط اي اف
طب انا عندك كان كده كنا كان شاب انا فاكره كويس قوي اديله كونكور 2.5 ضغطه يوطى ايزوبتين طبعا ما ينفعش كوردارون انت ربع ماشي غير الديجوكسون كوردارون طبعا بروكرولان مش هينفع ده اي اف ماشي حله يا اما تكون انت عارف ان اللي عندها تعرف تعمله فارماكولوجيكال بلوكيد اوف ذا اي في نوت يا اما لو مش هتعرف تعمل فارماكولوجيكال زي اللي عندها كان مش عارفين نعمله كنترول العيان دوت حله ايه تيكو الاي في نوت عشان انشور البايفنتريكولار بيسنج يعدي 95% عشان يبقى اوبتيمال سي ار تي لازم البرسنتج اوف بايفنتريكولار بيسنج تعدي 95% او تصل ل 100% بس انا اقول لك ايه على الاقل ما تقلش 95% فيقول لك لو سمحت اتاكد ما يجيش عيان زي ده ركبنا له سي ار تي وراجل فرحان وراجل من ساعه ما ركبه يقول لك ايه انا زي ما انا يا دكتور فضل قاعد اسبوعين عندنا بنحاول كنترول هارت ريت ونقنع في حد من الجنود لغايه ما ضايت بعديه باسبوعين بكارديوجينيك شوك ففعلا يعني الاي اف هو ده هدف الموضوع انك ما تركبوش وتلاقي العيان اوفر رايدنج السي ار تي فما استفدتش من السي ار تي طب لو عيان كومبليت هارت بلوك الكومن سيناريو والفانكشن امبيرد سي ار تي كلاس 1 مش ار في بيسنج هتركب له سي ار تي بغض النظر عن الكومبلكس كام هو انديكيتد فور هارت فور بيس عشان هو عنده كومبليت هارت بلوك ولكن هو عنده اوجكشن فراكشن اقل من كان في الزمان يقول لك ريديوسد وخلاص بعدين هو قال لك لا مش ريديوسد وخلاص هارت فيلير ويز ريديوسد اوجكشن فراكشن اللي هو الديفينيشن بتاعها اقل من كام اقل من 40% اوكي هو هاف ان انديكيشن فور اي سي دي فور سوري فور فور فنتريكولار بيسنج وايد جدا في بلوك ليه ركب له سي ار تي مش بيس ميكر عادي لان خلاص قتل بحثا ان الار في بيسنج لوحده على اللونج ران اللي عنده نورمال هارت هيجيله ال في ديسفانكشن انت بتنديوس ديسينكروني بنفسك يعني اي عيان مركب دي 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 او في في اي على اللونج ران هيجيله ال في ديسفانكشن فلو هو من البدايه اصلا شاف شرش على 40 ركب سي ار تي ده كلام جايد لاينز ماشي بس مش على 45% مش على 50% اصلا عنده فير فانكشن لا اقل من 40% اوكي وعيان سم هارت فيلير فعلا اوكي طيب بيس ميكر وبدا يدخل في هارت فيلير هو ما كانش عنده هارت فيلير بس بدا يدخل في هارت فيلير كلاس 2 بي ان لو عيان مركب بيس ميكر وبدا يدخل في هارت فيلير رغم ان انت برده اديته اوبتمايز ميديكال تريتمنت يحق ليك ان انت upgrade the CRT provided ان نسبه الار في بيسنج عاليه يعني ما تجيش مركب بيس ميكر بس نسبه البيسنج مثلا 60% وتقولها ابجريد للسي ار تي هو اصلا مش ديبندنت على البيس ميكر وفي الاغلب في سبب تاني ان البيس فانكشن مش واخد باله منه انا بتكلم في عين ديبندنت على البيس ميكر فمن كتر ما هو ديبندنت دخل في ال بي ديسفانكشن ده كلاس تو بي انك ممكن تو ابجريد تو سي ار تي امتى السي ار تي يبقى كونترا انديكيتد ده سؤال برضه في الام سي كيو طبعا اقل 130 كونترا انديكيتد بغض النظر عن لا تقول لي ايكو تيشو دوبلر سبيكت تراكنج ملهاش عيب كلها حاجات لسه اندر جايز في المستقبل يقول لك ان انت البارامتر ده في الايكو لو قست ولقيته مثلا اكتر من كذا ده كانت فور سي ار تي بس حتى الان كل الترايلز في ترايلز مع ايكو سي ار تي وترايلز مش عارف ايه كلها قالت لك العيان جابوا مره عينين ان هم عندهم ديسينكروني بالايكو بس كوم ساعتهم مروا وركبوا لهم سي ار تي لو ما فرقش خالص مش هيك اسمها ترايلي اوكي ايكو سي ار تي تقريبا اوكي السي ار تي دي السي ار تي دي بركبه في الاغلب في العيان يا اما العيان يكون اصلا اوريدي عنده هيستوري بيجي له في تي سي ار تي بي سي ار تي بي في الاغلب بنركبه في العيانين الدايريكت كارديوميوباثي يعني الاسكيميك بنفضل فيهم السي ار تي دي لو طبقت عليه الكرايتيريا هيبقى هو كان البرايمري بريفنشن ما هو عايز لك هو لو كان دايما بريفنشن صح مش معترض على النقطه دي بس هو مين دايما يقول لك ايه انت برضه بيبقى الموضوع فيه كوست موضوع الكوست بيدخل معاك حتى بره بيقول لك ما هو انا عنده في انشورنس الانشورنس هيدفع اكتر بره مثلا شفته مثلا كان يقول لك العيانين الاسكيميك بنركب لهم سي ار تي دي لكن لو ضليت كارد نوبس سي ار تي بي لان دايما مين الاسكيميك يدخل في اكتر في في تي لان السكار تيشو عنده مور اكستنسيف عن الدايليتد فيقول لك دايما بتوع الاسكيميك نركب لهم سي ار تي دي لكن الدايليت كارد نيوباثي سي ار تي بي ماشي في ناس ثانيه تقول لك بقى لو مثلا يانج ايج تركب له ايه سي ار تي دي واحد اولد ايج وهتركب له سي ار تي سي ار تي بي في ناس تقول لك كده ان احلى الحاجات لو واحد مثلا كشفت كوبالسيفس اريا قليل ركبوا له بي لان اي حاجه دخل فيها دي في بريليتور بتلاقي البطاريه تبقى زي البطيخه كده ضخمه كده حاجه بتبقى يعني شوف كده مثلا انت واقف مثلا متعقم مره مع حد شوف بطاريه السي ار تي عامله بطاريه الاي سي دي تلاقيها تخينه مش بطاريه صغيره مش زي البيس ميكر الصغنطوط السنجل او الدول شيبر او حتى السي ار تي بيبقى اكبر منهم بس الاي سي دي بيبقى فيه كاباسيتور الكاباسيتور اللي جوه الاي سي دي ده بيخلي بطاريه تخينه فلو واحد مثلا تلاقيه عنده 70 سنه وكشكتك ده هتركب له سي ار تي دي ازاي ان شاء الله لا ده سي ار تي بي في بقى نوع بس للام سي كيو مين اللي يستفيد اكتر من السي ار تي دايليتد ولا الاسكيميك لا دايليتد دايليتد يستفيد اكتر من السي ار تي الميل ولا الفيميل الفيميل تستفيد اكتر من السي ار تي تمام الليفت باندل ولا النون ليفت باندل قلناها خلاص الليفت باندل اكيد هو اللي ايه
هيستفيد اكتر من ال سي ار تي. وطبعا ما زال واليانج طبعا وما زال طبعا برغم كل الكرايتيريا دي هيظل فيه 30% من العيانين كل الكرايتيريا تنطبق عليهم. وبالرغم من كده لما كتر سي ار تي نون ريسبوند يعني لك انا زي ما انا يا دكتور يعني بقى لو واقف تحس ان انت ايه ديسابوينت يعني عملت لك كل حاجه حضرتك اوبتمايز ميديكال تريتمنت والعيان ما بيتحسنش في الاخر. الاي سي دي احنا عارفين دوره ايه؟ هل الاي سي دي بيعالج ولا بيمنع؟ بيعالج يبقى بيديتكت الفي اي تي ويديليفر ثيرابي تو تيرمينيت. يبقى يا جماعه الاي سي مش بريفنت للام سي كيو عشان لو جات لك اول اوف ذا فون ار تو اكسبت اي سي مش بيمنع الميديكيشن تمنع ابليشن يمنع لكن السي ار تي سوري اي سي دي داز نوت بريفنت ات تيرمينيت. الصوره دي انا جايبها عشان بس في امتحان كده السنه اللي فاتت جابها لهم. ده اسمه ايه يا جماعه المنظر ده ده سوري ده الاي سي جي اللي هو ده اللي بعد دي اللي انا جايبها لكم شويه. الاي سي دي بيترمينيت بطريقه من اثنين يا حاجه اسمها انتي تاكيكارديا بيسنج يا اما شوبس. الانتي تاكيكارديا بيسنج هي عباره عن ايه؟ دي الحاجه المور فيسيولوجيكال وبتبقى مريحه للعيان ان الجهاز لما يلاقي في تي على ريت 130 مثلا او بلاش 130 خلينا نقول ريت 170 يروح هو بيبقى انت مبرمجه ان انت لما تلاقي مثلا السايكل لينس كذا اعمل بيسنج على ريت اسرع سيتا. فمثلا هو على ريت مثلا 170 اعمل بيسنج على ريت 175 فمثلا تك 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 في تي هو لقطها هيعمل ايه؟ تك 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 8 بيتس. ده ممكن يعمل حاجه اسمها اوفر درايف بيسنج يترمينيت. طب فشلت مره بتبقى انت مظبط الجهاز في البرمجه كل ده في البرمجه. نقول مثلا ايه؟ اعمل 4 ترايلز اي تي بي. فشلت المره الجايه الخمسه الترايل الخمسه خلي الاي تي بي تبقى اكسسيف يعني مثلا بدل ما تخليها على 175 خليها على 180. بتبقى انت عامل كده معادلات سبتراكشن وكده انك تقول له ايه احسب الهارت ريت الفي تي كام انت اطرح منه كذا واضرب على الريت ده. طب لا مجل بدل ما تعمله مثلا تك 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 كده فيكسد لينس خليها رامب اللي هو مثلا تك 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 كانه بتعمل اكسلريشن لغايه ما يفشل خالص الانتي تايكارديا بيسنج ندخل في الشوك. الصوره دي جت الامتحان اللي فات انا ما كنتش قلتها لهم بس صراحه معظمهم يعني استنتجوها. ده اسمه ايه يا جماعه المنظر ده؟ ده اسمه اي جي ام. اي جي ام اللي هو الانترا كارديك الكتروجرام اللي هو لما انت بتبرمج العيان السلكه اللي جوه العيان بتجيب لك السيجنالز اللي هي اللي بتقراها كانك عامل انترا كارديك اس جي يعني الاترا ريد بيقرا بيقرا سيجنال الفنتريكولا ريد بيقرا سيجنال. فبصوا المنظر ده هنا هو جاب لهم الصوره يعني هم صراحه افتكرتوا ما استنتجوا فانتوا لو جات لكم برضه لو كانت جات لكم برضه انا واثق ان انتوا كنتوا هتعرفوها. بصوا المنظر هنا عامل ازاي؟ ايه ده؟ تاكيكارديا. تقدر تعرف نوعها؟ ده مش اس جي عايز يقول لي نوع كومبلكس وايت كومبلكس ده انترا كارديك ده بس الليد بيديك ايه؟ سيجنال يقول لك انا لقيت ضربه هنا. هو طبعا حاطط تحت حرف ايه؟ دي بنسميها ماركر انوتيك في اس في اس في اس في اس يعني ايه؟ في سنسي يعني هو لقى ان في تاكيكارديا في الاغلب من الفنتريكولار ريد. راح بص المنظر هنا عامل ازاي؟ ايه ده؟ تحس كده كان حصل ايه في لو هتخيل ان ده مونيتور تحس ان كان مونيتور حصل له ايه؟ فك كده او بوز او تحس انه ايه مش بوز بقى عارف كده لما الاي جي على المونيتور تلاقي الليد فك كده ورحت انت جيت لزقته تاني للعيان اداك منظر كده ايه تك خط منقط كده او تلاقي مثلا عملت لك مستطيل. ايه اللي حصل هنا؟ بص رقم تحت مكتوب ايه؟ 34.8 جول. هو قال لهم كده وات از ذا فول مش عارف وات از ذا دايجنوزس وحطهم في الايه؟ ان ده بيشنت ديليفر ديتكت ديفلوب في تي اند هي ريسيت شوك. طبعا كلهم عارفوا ما هي باينه اهي في تي حصل شوك اهي ومكتوب تحت 34.8 جول جي اختصار جول ورجع بعديها ايه؟ حصل سكسسفول ترمينيشن. هو ده اللي كان عايز يقوله يعني بصوا هو بالاستنتاج هي كانت حتى الدكتوره لميا حاطه سؤال هي كانت بتقول لك يعني انا مش عايزه حاجه كومبليكيتد انا مش جايبه من حاجه انا عايز بس حد يشوف ده يقول لي ده ايه. المنظر كان سهل فالاغلب عرفوا فهو انا جبته بس عشان لو جات لكم في الامتحان حاجه شبه ده تبقوا عارفين ايه ده. ده اي جي ام اللي هو البيسميكا بيقرا. يبقى الايس ده بقى منظر اي تي بي. بصوا هنا في تي في تي في تي في تي راح حصل ايه هنا؟ بيسنج 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 رجع ده اي سي جي عادي بقى ده سيرفيس سي جي عادي اوكي رجع ساينس بعديها. ده اسمه اي تي بي. مش عايزين نعرف تفصيل اكتر من كده. الجهاز يا بيترمينيت بالاي تي بي طبعا افضل ان انا ادي ترايز كتيره لل اي تي بي اكتر من الشوكس. الاي سي دي زمان برده كان في حاجه اسمها ايبيكارديال اي سي دي زمان اللي هو كان بيتحط زمان سيرجيكال طبعا خلاص ما بقاش بيتعمل الاي سي سيرجيكال. الاي سي دي لو قلت لك صنف لي ايه انواع الاي سي دي هقول لك ممكن يبقى سنجل شيمبر سلكه واحده في الار في ممكن يبقى دول شيمبر اي سي دي. السنجل شيمبر هي سلكه واحده في الرايت فنتركل. الدول شيمبر في الاي انترم رايت فنتركل. طب هو ايه ميزه انك تحط دول شيمبر اي سي دي؟ هو انا عايز الاي سي دي يضرب على الفي تي بس ولا على الفي تي والاس في تي؟ على الفي تي بس. يعني لو جاله اف احب ان هو يضرب؟ لا الله ما حلو يا عم كارديفيرتك اف. لا حضرتك هو انت
انت فكرك ان الكارديفيرجن ده حاجه ببلاش؟ اولا انت بتكونسيوم البطاريه، ثانيا الشوك مش من الحاجات بس البينفول، هي مش مشكله انها بينفول، سايكولوجيكالي سايكولوجيكال تروما رهيبه تمام. الحاجه الثالثه بتاثر بقى في ترايلز دلوقتي يقول لك انها بتورسن الال في فانكشن، العنين بيجي له بيدخل باي جي ستور بتلاقي الفانكشن بتاعته بتسوق، واحساس الشوك احساس مش وحش مش حلو مش حلو، لا مش حلو دي كلمه مايصه يعني، هو احساس بشع. انا الكلمه دايما افتكرها دايما ايه بتاعه الاي سي دي، كان دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه لما كان محبوس معانا في السي سي يو زمان وانا نايم، فاكر ساعتها جرى اي سي ستور كان في 2013 بدايه 2013 فاكر، فلما دخلت انا بقول له طب حضرتك حسيت بايه؟ دخل في اي سي ستور وكانت في تي ستور ما كانتش ان ابروبريت شوكس، ابروبريت شوكس انا عارفين كلمه ابروبريت ان ابروبريت طبعا. قال لي حسيت ان في واحد بيديني بالبوكس في صدري من جوه وانا مش عارف امنعه، قال لي بقيت مره واحده اخد بوكس في صدري اقع على الارض اقوم اروح واخد بوكس ثاني واقع، احساس بشع ممكن يدخل في ميجر ديبريشن قد يؤدي ان في بعض العيان بيدخل بيكوميت سويسايد سايكوز او ممكن كوميت سويسايد. فالانت يكون اصعب بس الى حد ما مفيش بين بتاع يعني، هو انت بيحس بس ان ضربات قلبه سرعه تك 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 وخلاص خلص، عارف حس البالبيتيشن كده بسيطه مختلفه وراح. فدايما انا بدي اولويه، فانا مش عايز الجهاز يدي على اس في تي، مش عايز يدي على ايه، لو ادى على اس في تي او اي اف بسميها ايه ان ابروبريت شوكس ان ابروبريت، عشان جاي يقول لك اي اي تي دي ستور يا ابروبريت يا ان ابروبريت، فيقول لك هدف السنجل شيء الدول شيمبر انه بيحسن الديسكريميشن، ان انا لما احط سلكه في الاتر وسلكه في الفنتريكل هقدر اقارن الاتر ريت بالفنتريكل ريت فاقدر اعرف في تي ولا اس في تي، ما هي لو اس في تي الاتر ريت والفنتريكل قد بعض في اغلب الحالات، لو الفنتريكل ريت اعلى لا دي مش اس في تي حضرتك دي في تي كده. طبعا كل قاعده شواذ عشان محدش يجي يطلع يقول لي على فكره في انواع من الاس في تي، ماليش دعوه انا بتكلم على الواتس كومن از كومن، احنا بنتكلم دلوقتي في الحاجه الكومن اللي بنشوفها. فده هدف الدول شيمبر. كلمه كويل وسنجل ودول كويل ملهاش دعوه بالشيمبرز قد ما ليها دعوه سلكه الار في فيها كام كويل، يا فيها كويل واحد يا فيها تو كويلز. زمان كان يقول لك ان تو كويلز بتبقى افضل، لانك لما بتحط كويل في الاس في سي وكويل في الار في انت بتزود حاجه اسمها شوك فيكتورز، مثلا العين خد شوك واتفيل تو ترمينيت الفي تي، يقول لك طب بدل الشوك ما تمشي من هنا لهنا اخلي من هنا للبطاريه اخلي اتجاه الشوك يبقى من هنا لهنا، عارف ان الاكسس يعني. طب المره الجايه لو ما فشلت الشوك خلي الـ 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 الشوك تمشي من هنا لهنا، بتزود الفيكتورز. بدا يحصل تاني انسحاب، قالك لا الدول كويل ده مش حلو، ان لو ان الاس بي سي كويل ده بيعمل فايبروزس جوه الاس بي سي، فلو فكرت تعمل اكستراكشن عشان ده جيرو انفيكشن تبقى صعب. فخلاصه الدول كويل انها حاجه بتزود السكسس بتاع الشوكس. هنا بقى انا جايب لكم الصور دي عشان خاطر لو جالكم في الامتحان وات از ذا تايب اوف ذيس بيس ميكر، على اساس ان الامتحان هو مش تريسنج طبعا، بس ممكن يجي لك اكس راي لاين بيس ميكر. انا مش طالبك تكومنت على الاكس راي، عايزك بس تقول لي البيس ميكر ده ايه، ده ايه البيس ميكر ده، يعني نوع البيس ميكر ده ايه. ايوه اولا ده بيس ميكر. طب سنجل شيمبر ولا دول شيمبر؟ سنجل شيمبر عشان الماوس تقريبا سنجل شيمبر. سنجل شيمبر بيس ميكر. طب ده برادي بيس ميكر عادي ولا ده اي سي دي؟ اي سي دي. عرفت منين؟ بص الكويلز، سنجل كويل ولا دول كويل؟ يبقى ده سنجل شيمبر دوال كويل اي سي دي. طب لو شفت دي ايه ده؟ اولا ده بيس ميكر سنجل ولا دوال شيمبر؟ دوال شيمبر. اي سي دي ولا بريد بيس ميكر او كونفنشنال؟ في ناس بيقول لك عليه كونفنشنال بيس ميكر. ما هو بيس بريد طبعا. الاي سي دي لو دخل في هارت لوك هاي بيس طبعا ماشي، معرفش الجهاز بيعمل ماشي. دوال شيمبر واي سي دي، دوال كويل ولا سنجل كويل؟ دوال كويل. يبقى ده دول شيمبر اي سي دي اند دول كويل، عنده اثنين كويلز في الار في ليد وفي نفس الوقت دول شيمبر. ايه ده؟ بيس ميكر سنجل شيمبر سنجل كويل. طيب كونفنشنال بيس ميكر ولا اي سي دي؟ اي سي دي. لو ما لقيتش كويل خالص يبقى ده كونفنشنال بيس ميكر. اي سي دي سنجل شيمبر ولا دول شيمبر؟ سنجل شيمبر. سنجل كويل ولا دول كويل؟ سنجل كويل. قد يجي سؤال في الامتحان كده ان هو يجيب لك اكس راي ويقول لك عايزك تقول لي نوع البيس ميكر ده ايه. الاي سي دي طبعا زي ما احنا عارفين ان هو برايمري بريفنشن وسكند بريفنشن، انا مش هغوط قوي في الانديكيشنز بتاعته لان طبعا لو دخلنا فيها هنتعب كلنا، هنضطر ناخد بريك بعد البيس ميكرز مش هدخل في الاي بي ستادي بس. الجايد لاينز طبعا بتاعت 2016 دي احسن جايد لاينز للاي سي دي، هي حددتها لك، قال لك سكندري بريفنشن امتى يبقى ريكومندد تو ريفيو كلاس 1 عيان ريكفرد من فنتريكل اريزميا كانت عامله له هيمودايناميك انستابيليتي، يعني عيان عنده ستراكشر هارت ديزيز اوكي اوكي ايا كان بقى اسكيميك دايليتد ايا كان، ودخل في في تي كانت عامله هيمودايناميكلي انستابيليتي او دخل في في اف تكلاس 1 يعني اللي هي ما فيهاش كلام يعني عين مايوباثيك وجاله بالسلس في تي او جاله هيمودايناميك انستابل في تي او جاله في اف يبقى العين ده ايه؟ كلاس 1 يركب اي سي دي. طب برايمري بريفنشن
ايه بقى الانديكيشن بتاعتها دي لازم عشان خاطر لو جات لكم الامتحان برضو مين من العين دول مثلا كانديديت فور برايمري بريفنشن. نقولها مع نقراها مع بعض. اي سي دي اللي هي من اول هنا اي سي دي از ريكومندد تو ريديوس ريسك اوف سادن ديث اند كول كوز مورتاليتي. ماشي يا سيدي مين هم بقى؟ سيمتوماتيك هارت فيلير. هنا بقى قال نيها 2 3 4 ما قالهمش يعني حط نوت فور دول بعدهم شويه. ايجكشن فراكشن قال من 35% زي بتاع سي ار تي ديسبايت 3 مانس اور مور اوبتمايز ميديكال تريتمنت. يعني لازم برضو اوبتمايز ميديكال تريتمنت لان ساعات انت لو انت مش اوبتمايزنج تريتمنت ممكن الاوبتمايزيشن ده يقلل الريسك اوف سادن ديث. ما هو التريتمنت اللي احنا بنديها فيها حاجات بتقلل المورتاليتي الايس والاربز والبيتا بلوكرز والسبايرون واللاكتون والوقت طلع الانترست والحاجات دي كلها. Provided they are expected to survive substantially longer than one year. يعني ما ينفعش عيان كانسر ستيج 4 وميوباثيك وتقول انا هجيب لك اي سي دي انت بتضحك عليه. الراجل ده اللايف اكسبكتنسي ايه؟ وبره حتى بيتكلموا كده برضه مش بس في مصر بره يقول لك كده اللايف اكسبكتنسي قد ايه؟ ده هيعيش اكتر من سنه؟ ما يجيش عيان شغل ولا سبورتات برضه تقول له هركب لك اي سي دي عشان يحميك من صادم كارديك ديز. ده لو خرج من المستشفى يبقى كتر خير للدنيا يعني الحمد لله. نقول بس روح بيته ويموت في بيته. عارف يقول لك ايه يا دكتور طب انا عايز اروح عشان اموت في بيتي مش عايز اموت في المستشفى. اوكي طبعا لو اسكيميك هارت لازم يكون عدى 40 يوم على الام اي. ليه بيقولوا ده من 40 يوم على الام اي؟ عشان الستاننج تنفك لان ممكن بعد 40 الاقي الفانكشن حسن يبقى 40 يوم او دايليت الكارديومايوبسي مش هيفرق معايا. طيب يبقى فانكشن 35% سيمتوماتيك نيها كلاس 2 3 بقاله 3 شهور او اكتر ماشي على اوبتمايز ميديكال تريتمنت بس ران سمحت ما تنساش لايف اكسبكتنسي اكتر من سنه. طب within 40 days من الام اي اركب اي تي دي حتى لو الفانكشن 20% هيزود مورتاليتي الا في حالات معينه ليها حالات اكسبشنز اللي هو لو جاله في تي او جاله كذا. لو جاله في تي من غير ريفرسبل كوزز ممكن هيزود هيبقى سكند فور سكند مش برايمري. لكن البرايمري كله اقل من 35. في ناس يقول لك اقل من 30 واسيمتوماتيك كان كلاس 2 ايه على ما اعتقد اقل من 30 واسيمتوماتيك بس صراحه ما حدش بيعملها قوي. هقولها في الجايد لاينز بتاعت السنكوب جاوبت على السؤال ده يعني كان الموضوع ده مش واضح قوي. طبعا اللي هو بص بقى كاتبين ايه اي سي دي از نوت ريكومندد ان بيشنت وذ نيها كلاس 4 وذ سيفير سيمتومز ريفراكتوري تو فارماكولوجيكال ثيرابي unless they are candidate for CRT او V ventricular assist device او cardiac transplantation. يعني لو سمحت عيان نيها كلاس 4 ما تقولش اركب لك اي سي دي الا لو اللي عندك كانديديت هتركب له الفيسيس ديفايس او ترانسبلانتيشن. يعني لو عيان على سبورتات في الرعايه ونيها كلاس 4 وخلاص مش عارفين نخرجه بس العيان ده على ويتنج ليست ترانسبلانتيشن وهنقدر نعمله ترانسبلانتيشن طبعا مش مصر انا كان مثلا في انجلترا في امريكا في اوبشن نعمل ترانسبلانتيشن يقول لك ممكن اركب اي سي دي عشان اقلل الريسك اوف سادن كارديك ديس لغايه معاد الزرع بتاعه ممكن تعمل كده او لغايه ما يركب ايه البي اس ديفايس. اعتقد ما ديوبا بيعملوا البي اس ديفايس صح؟ بس ايه الانواع اللي بيركبوها؟ امبيلا ولا؟ لا مش هارت ميت اللي هي عارفين البي اس ديفايس طبعا دكتور ياسر علاء طبعا شرح الموضوع ده محاضره روعه ممكن تسمعوها منه بس مش اللي بتعملها جاب الامتحان ده فور انترست اللي انترستد يسمع يعني اوكي؟ طيب اهو يبقى دي الحاجات اللي هي البارامترز اللي بنبص عليها. 2015 برضو كانت قايله نفس الكلام اللي هي بتاعت الجايد لاينز الفي تي ما فرقتش جامد عن اللي قبلها تمام. انا هتغاضى بس عن النقطه دي عشان النقطه دي من النقط الرخمه اللي يقول لك مين العيان اللي اركب له في اول 40 يوم بعد الام اي حاجات كلها كلاس بي. يقول لك اصل هو اصلا عنده ال في ديس فانكشن بري اكزيستنج اوكي او انت ما عملتلوش كومبليت ريفاسكولايزيشن او جاله في تي بعد 48 ساعه من الام اي وما كانش ليها سبب ما كانش مثلا حصل ايه اوكلوجن ما كانش عنده الكترولايتس ديسيربنس. يقول لك كلاس 2 بينا ممكن يكون في اول 40 يوم لكن القاعده العامه استنى 40 يوم اللي هم الست اسابيع بتوع الستاننج يكون عدوا قبل 40 يوم كلاس 3. وطبعا انتوا عارفين في حاجه اسمها الويربل اي سي دي حاجه كده اكسترنال بتتلبس بيديتكت الفي تي واول ما يحس بيروح الجهاز بيطلع جل كده من بورت معين ويدي شوك. ده للعيانين اللي هم يعني عندهم تمبري انديكيشن زي مثلا واحده عندها بري بارتم كارديوس بتدخل في الفي تي. طب ما انا متوقع ان احتمال خلال 6 شهور تتحسن ف 50% من الحالات او مايوكاردايتس. يقول لك ممكن الويربل اي سي دي يكون اوبشن. فده اللي هي الايرلي بيفور 40 دايز بس مش مهم قوي. اوكي؟ طبعا مين ما يعملش برايمري بريفنشن؟ اسيمتوماتيك بيشنت المفروض لا الا لو يقول لك لو اقل من 30 جايز ان يركب له. بيشنت عنده جيشن فراكشن فوق ال 40% ده مش برايمري بريفنشن خالص. اوكي؟ سيفير دراج ريفراكتوري سيمتوم مش هتعمله لا سي ار تي ولا ال في اس ديفايز ولا ترانسبلانتيشن ما تركبوش اي سي دي خلاص سيبه يعني يقول لك ايه ليت هيم داي ان بيس خلاص لان مفيش اي اوبشنز هتنقذه ما تعلقوش بقشايه وتعلق اهله بقشايه ويروحوا يلموا فلوس من طوب الارض عشان فاكرين الجهاز ده لا هيعيشه في الاخر العيان يموت بعديها بشهر. يبقى انت فعلا يعني علقتهم بالعكس انت لو شرحت لهم المورتاليتي والبروجنوز بتاعه انت كده في التوب تمام. كان في نقطه بس انا عايز اقولها الجايد لاينز بتاعت السنكوب ساره الجايد لاينز بتاعت السنكوب 2018 هي اللي قالت
ان لو عيان عنده structural heart disease وبيدخل في hemodynamic stable VT symptomatic VT دايركت VT class 2A على ما اتذكر يعني عام ischemic وبيدخل في VT بس مش شرط يكون hemodynamic unstable class 2A ده ممكن يركب ITP يعني لو القاعدة العامة بنشوفها عيان جاله VT في الاستقبال بس ما كانش شرط اديته دي سي وحاجاته سي سي عملت له ايكو لقيته فانكشن 30% 35% ده class 2A يركب كسكند prevention واحنا صراحه في مصر ما حدش بيعمل برايم بريفنشن لان الاي سي اصلا توصلني مش ما نعرفش ما بيعرفش يركبه بسبب الكوست العاليه بتاعته ماشي يا اما يكون عيان بقى بيتدر قوي او عيان تعاقد لكن عيان حتى التامين الصحي بيبقى صعبه ساعات عيان حتى الجمعيات اللي اورجانو كان ما بقتش تقدر تافورد الاي سي سي يقول لك انا بثمن الاي سي سي هعمل كام دعاء اعمل كام عيان غلبانه او كام امبلاتزا ديفايس او كام مش عارف ايه بثمن اي سي سي واحد مثلا عشان كده ما بقاش بيتعمل قوي بره حتى الاي سي سي ده مش مثلا كل العيانين اللي بس بيركبوا اي سي سي في انجلترا لا مش كله بيركب اي سي سي عيانين برضو اللي بيدخل لما بيدخل كاتيجوري سكند بريفنشن الا خلاص وش ده ستريت فور لان دلوقتي انتوا لو تفتكروا كان في حاجه اتقالت على الجروب مره كان دكتور احمد اونس كان شايرها ان بدا يبقى في بيبرز بتدسكس موضوع هو لازم نركب اي سي فور بريفنشن فاكرها انت اللي كانت حاطط على الجروب عندنا ان بداوا يتكلموا هو هل في بينيفيت من فرام بريفنشن بدا يبقى كويشنبل عليه ترايلز مش معنى كده بقول ان هو مش ملوش شغل لا بدات تطلع ترايلز تقول جايز يكون مفيش بينيفيت وما نعملش برايمري بريفنشن نعمل بس سكندري بريفنشن اللي يجي لهم فيتين ركب لهم اللي ما جالوش ما ركبوش بدا في ترايلز تتكلم في الموضوع ده بس طبعا الدرجه لسه ايه ماينوريتي الماجوريتي بتقول لا نركب اوكي فكده انا ايه انا بس قلنا نقول ملخص الاي سي دي والسي ار تي عشان بتيجي فيها اسئله كتير وصراحه لما بتيجي فيها اسئله بتبقى هي دي ايه منطقيه يعني انت في شغلك هتشوف الاتش في والاي اتش انترفال ولا في شغلك هتشوف عيان الهارت فيل اللي جالك عيادتك ومحتاج سي ار تي وانت عايز تريفير لحد زميلك يركب له سي ار تي ويرفير اي سي فلازم تبقى انت عارف الاندكيشن او اركبه انا طيب هناخد بريك دلوقتي عشان خاطر بس ايه انا عارف ان انتوا عايزين سايلانس ونكمل بعدين.